النهارده ان شاء الله هنتكلم على الانتيريور فوشيال سيجمنت، وهنتكلم عليه يعني الجزء اللي براكتيكالي احنا محتاجين نعرفه. يعني مش هنخش في كل التفاصيل النظريه، لكن هنقول الكلام اللي بالنسبه لنا كجراحين محتاجين نعرفه ريجاردنج الاناتومي، ريجاردنج الفانكشن، ريجاردنج الكومبليكيشنز اللي يخلينا نقدر نتعامل معاه المانجمنت بتاعته. فهي It's guided to the management. كل اللي هنقوله is guided to the management. بعض الحاجات اللي هنقولها هنقول بعض المسهابس، بعض الحاجات اللي احنا معلومات بناخدها فور ان دي فاكت وما هياش فاكت بالنسبه للاي سي ال، او ما عادتش فاكت عشان نبقى واضحين. يعني الكلام اتغير دلوقتي، نغير بعض الكونسبتس عن الاي سي ال عشان نوصل للكرنت اكسبتد. يعني اتمنى انها تبقى يعني ممتعه بالنسبه للناس، خصوصا ان هنحاول قدر الامكان تبقى معظمها بعيد عن الكلام النظري اللي ممكن نلاقيه في كل حته. تمام، تعرف بينا استاذنك نبدا. يلا يعني استاذنك هنسجل دكتور ماجد المحاضره ونحطها على اليوتيوب ان شاء الله. اوكي، بس مسجل بدايه من بدايه الكلام حضرتك يعني. تمام، طيب عشان بس يبقى ما نعطلش الناس معانا ونبدا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم. بنرحب بكم في ويبينار قسم عظام الكشف النيل للتامين الصحي. الكورس اللي حضرتكم يعني اعجبتم بيه ووظبتم معانا عليه واستحملتونا، والحقيقه يعني احنا يعني فخورين ان كل اساتذتنا لم يخذلونا الحقيقه، وعاملين سبورت جامد جدا جدا للكورس بتاعنا، وماشيين بخطه ثابته الحمد لله، سواء على فيسبوك او على الزوم او على اليوتيوب. يعني احنا ماشيين زي ما عودنا حضراتكم كل جمعه وكل اثنين، الكورس منتظم من فضل الله تعالى، مواضيع فيري انترستنج، والحمد لله. يعني انا اقول لكم بس في يعني مجهود من ورا الستار في الكريس بيتم عشان نخرج لكم بصوره طيبه. الكورس برعايه شركه الكسير، ما بصراحه يعني عامله تكنيكال سبورت عالي جدا، واساتذتنا الكرام بيبذلوا مجهودات ضخمه عشان ينقلكم احسن المواضيع، وكلها ابديتد برضك، لازم تبقوا عارفين التكه ديت، كل ابديتد الحمد لله. وطبعا اللي بياخد من مجهود ووقته الكبير بتاعنا استاذ دكتور عاطف تاجي، بارك الله في علمه وفي صحته وفي اولاده وفي اسرته الكريمه، منورنا طبعا. انا يعني النهارده هسيب له يعني انه يقدم المحاضر بتاعنا النهارده الاستاذ دكتور ماجد سامي، اللي هو من بدايه الكورس معانا في شهر رمضان فات، وهو كان متالق الحقيقه، وهو يعني وعدني ان في حاجات يعني جديده خالص ان شاء الله كلكم هتبسطوا منها ان شاء الله. اتفضل دكتور عاطف. بسم الله الرحمن الرحيم. كعادتنا بنواصل مشوارنا في الاونلاين تيتشنج تحت رعاية طبعا قسم العظام بمستشفى النيل برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرشيد والفريق بتاعه. بشكر طبعا شركة الإكزير لمساعدتنا ورعاية كل المحاضرات اللي احنا ابتديناها أو شغالين عليها. يشرفني النهاردة أن أنا هقدم أخ أصغر ليا أستاذ الدكتور ماجد سامي، one of the eminent names في الأرثروسكوبي شولدر نيز، يمكن سايب لنا الأنكل شوية. النهاردة المحاضرة مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا هنتكلم عن injuries كلنا بنقابلها، ومعظمنا قد يكون بيجري هذه العملية، لكن ايه الخلفيات، ايه التيبس اند تريكس زي ما الدكتور ماجد بيقول، ده كله هنعرفه النهاردة
في محاضرة أتوقع أنها تكون إعادة الأستاذ الدكتور ماجد سامي، قيمة ممتعة إن شاء الله، ربنا يجزيه خير عن وقته وعن علمه. فضل دكتور ماجد. شكرا دكتور عاطف. أنا في الأول طبعا بشكر مستشفى النيل وأسامة رشيد على الدعوة الكريمة، وبيشرفني دايما ان استاذي الدكتور عاطف البتاجي يبقى هو التشير بيرسون وهو المودريتنج ديسكشن، وبيواجه الاسئله وبيوجهني انا شخصيا لما يحب ان نوضح حاجه. وبنشكر شركه الاكسير على النهارده. عاوزين نتكلم على الانتيرو كروشيت ليجمنت، زي ما اتفقنا نبقى guided بالحاجات اللي احنا محتاجينها in our practice. We need to know the anatomy اللي هيفيدني in my practice, the function, the mode of injury, how to diagnose ACL injuries, the surgical technique for reconstruction, some tips and tricks, وفاينالي rehabilitation. دكتور أسامة كان طلب مني ان احنا نتكلم شوية برضو على rehabilitation، لان احنا محتاجين نعرف الدنيا بتمشي فيه ازاي. ال ACL عشان اقدر اعمل له proper reconstruction محتاج اعمل restoration of the ACL to its native dimensions، يعني الحجم الطبيعي بتاعه في tibial attachment وفي femoral attachment وفي mid substance. ال collagen orientation يعني ال direction بتاع الفايبرز ارجعه زي ما كان، وال insertion sites هي ال anatomical sites. واحنا بنتكلم مع بعض هنشوف ايه من دول اللي نقدر نعمله وايه اللي مش هنقدر نعمله، وبالتالي الحاجات اللي نقدر نعملها لازم نعملها كويس، لان دي الحاجه الوحيده اللي في ايدنا. في حاجات هنكتشف انها مش في ايدنا ان احنا نقدر نرجعها زي ما كانت. نبدا نتكلم على الفيم. لو مشينا مع البوستيريور فيمورال كورتكس هيكمل بلاين هنا كده، ده بنسميه اللاترال انتركوندايل ريدج. كل الاتاتشمنت بتاعه الاي سي ال في الفيمر should be posterior to this lateral intercondylar ridge، يعني في الحته دي مفيش حاجه هتتحط هنا. خلي بالكم لما بقول posterior انا بتكلم على extended knee، لكن واحنا بنعمل المنظار بتبقى النيه flexed، فالposterior ده هيتحول الى inferior يعني ما تحت lateral intercondylar ridge. يبقى انا عندي الحته دي هي اللي بيمسك فيها الدايركت اي سي ال فايبرز، لازم ابقى انفيريور للريدج ده في المنطقه دي. الحته دي حجمها قد ايه؟ تقريبا 18 مللي في 8 مللي. طبعا احنا عمرنا ما هنقدر نعمل جراف حجمها ريكتانجولر و18 مللي قرب ال 2 سنتي في 8 مللي. فانا كدايمنشن اي كانوت فيل ذيس دايمنشن. يبقى اتليست اللي اقدر اعمله ان انا احطها ان بروبر اناتوميك سايت، لو مش هقدر احطها ان اناتوميك دايمنشن. تعالوا نشوف الكلام ده لما نيجي نعمل منظار بنشوفه ازاي. احنا بنحب لما نيجي ننظف ننظف الحته الورانيه بريديو فريكوينسي عشان ما ضيعش البوني لاند ماركس ومنها الريدج اللي هو ده. ده هو الريدج. بص احنا بنيجي من قدام خالص، ده الكارتليج اللي انت فاكره النهايه، ده هو الريدج. تيجي وراه في المنطقه دي inferior to this ridge اللي فوقيه، this is the part where you should put femoral tunnel. يبقى انا لازم اشوف اللاترال انتركوندايلر ريدج كويس وابقى inferiorly. مفيش حاجه من الاي سي ال should be superior او بمعنى اصح اناتوميكال anterior to the lateral intercondylar ridge. طب التيبيال اتاتشمنت، ده اللاترال منيسكس، ده الانتيريور هور وده البوستيريور هور. هي اوفال اريا في التيبيال ايمينس، بتبدا من عند الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس وتنتهي جاست انتيريور تو ذا بوستيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس. هنا حجمها قد ايه؟ مره ثانيه حوالي 17 مللي في 10 مللي، ما عنديش جراف 17 مللي. يبقى انا مش هقدر اريستور النورمال دايمنشنز، يبقى على الاقل اجي في السنتر. السنتر هيبقى فين؟ هيبقى هنا تقريبا، اللي هو ايه؟ اللي ده الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس، امشي مع البوستيريور ايدج بتاعه مطرح ما هيقابل التيبيال فوت برنت في نصها، وابقى سلايتلي في اتجاه ميديال، يعني انا هبقى ريستنج اكشوالي على اللاترال بوردر اوف ذا ميديال تيبيال سباين. هو ده النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها.
طيب احنا عرفنا الفيمورال بوينت والتيبيال بوينت ان بتوين الاي سي ال عامل ازاي. الاي سي ال رغم انه بيبقى كبير في الفيمورال اتاتشمنت في التيبيال اتاتشمنت بيتحول الى ريبون لايك, يعني عامل زي الشريطه في الميد سبستانس بتاعته مبطط, يعني مبطط عرضه حوالي 12 ملي لكن سمكه حوالي 4 ملي. يعني لو فكرنا فيها كده كميد سبستانس, الباتيلر تندون جرافت اقرب لشكل الميد سبستانس كدايمنشنز من الهامسترينجز لانه هو فلات ريبون لايك, ما هواش راوندد سيركولر زي الهامسترينجز. طب ايه حكايه ان الاي سي ال معمول من تو باندلز اللي احنا هنسمعها في كل حته وقد تطلب مننا في بعض الامتحانات وما شابه. عشان نتكلم بوضوح, الاي سي ال ما هواش تو باندلز. الاي سي ال عباره عن ديفرنت باندلز تويستد اراوند ايتش اذر في اتجاهات مختلفه, تنز اوف ديفرنت باندل دايركشنز. لكن فور سمبليفيكيشن بيتقال ان له تو فانكشنال باندلز كوظيفه, واحده منهم بدأ انتروميديالي في التيبيا وراحه فيري بوستيريور واتجاهها فيرتيكال, يعني عدله مش مميله. يبقى بدأ انتروميديال في التيبيا وراحه فين في الفيرتيكال وبوستيريور في الفيبيا, وواحده بدأ بوسترولاترال في التيبيا وجايه مور هوريزونتالي اورينتد في الفيبيا. يبقى كلمه انتروميديال وبوسترولاترال باندلز دي فانكشنال باندلز مش اناتوميك باندلز, وبتتقال على التيبيال اتاتشمنت. هم انتروميديال وبوسترولاترال في التيبيا, لكن في الفيمر الانتروميديال هتبقى الموست بوستيريور اند مور فيرتيكال. فيرتيكال يعني زي كده واقفه على حيلها, في حين ان البوسترولاترال از مور هوريزونتالي اورينتد. ايه قيمه الكلام ده فانكشنالي؟ ان الانتروميديال باندل اللي هي اللي فيرتيكال دي هي اللي مسؤوله انها تكنترول الموفمنت اوف ذا تيبيا انتيريورلي اون ذا فيم الدايركت فورورد موفمنت, في حين ان البوسترولاترال باندل الهوريزونتالي اورينتد هي اللي مسؤوله عن الاستابيليتي وذ روتيشن. يعني انا لو عملت جرافت ماشيه في اتجاه الانتروميديال باندل بس فيرتيكال جرافت, يعني هفحص العيان كانتيريور دروور هلاقيه فيري ستيبل, لكن هيقول لي وانا بلف بغير اتجاهي رجلي بتخن. ليه؟ لان انا ما عملتش هوريزونتالي دايركتد جرافت, فيبقى لازم يبقى في جزء منها هوريزونتالي دايركت. ده فور فانكشن, لكن ذس از نوت ذا ترو اناتومي. الدبل باندل حقيقة ده اوفر سمبليفيكيشن اوف ذا اناتومي. الاناتومي الحقيقي بيقول ان الاي سي ال ده ديفرنت باندلز تويستد اراوند ايتش اذر, بحيث ان اللي بادئ انتيريور في التيبيا هينتهي بوستيريور فيمر والعكس, وفي منهم فيرتيكال وفي منهم هوريزونتال. دي الجرافت, لما باجي بعمل الجرافت انا بحب اعملها كده, يعني ده مش شرط طبعا, لكن اي لايك تو تويست سترينج اراوند ايتش اذر بالشكل ده. بصوا لما بحطهم في المنظار بيبقى الشكل عامل ازاي, as if ان انا عندي تو باندلز. هما مش تو باندلز ولا حاجه, هما مجرد ان هما باند فايبر اراوند ايتش اذر نفس الشكل الجرافت لما حطيتها ادت المنظر ده. احنا بنشوفه ان تو باندلز واقتنعنا ان هما باندلز, actually they are different fibers twisted around each other. ادي الجرافت بنحضرها كده, ولما نحطها جوه الركبه دي بعد ما عديناها وثبتناها, بصوا لما نيجي نسحب نفتكر ان في باندل قدامهم ده, هو كل الموضوع ان هم ملفوفين على بعض. يبقى احنا عرفنا كلمه الدبل باندل دي جت منين, وان هم فانكشنال باندلز, وان القصه اناتوميكالي اصعب من كده شويه. طب الكلام بقى على الفيمورال اتاتشمنت ما دام هي باندلز, ايه الكلام الجديد؟ الكلام الجديد ان انا عندي الدايركت فايبرز ماسكه هنا جاست inferior للاترال انتركوندايلر ريتش اللي هم دول, وبيطلع منهم شويه فان لايك اكستنشنز لغايه ما بتوصل للارتيكولار سيرفيس بوستيريورلي اللي هم بنسميهم دايركت فايبرز. يبقى عندي دايركت فايبرز وطالع منهم شويه فان لايك اكستنشنز بنسموهم ان دايركت فايبرز. انا عاوز في الريكونستراكشن اريكونستراكت الجزء دايركت فايبرز. العيان ده حظنا فيه كويس, دي ركبه يمين واحنا بص انترولاترال بورت, ما كانش مقطوع من اتاتشمنت اللي هو الموست كومن سايت اوف انجري, كان مقطوع ميد سبستنس. فلنا الفيمورال ستامب, بصوا بقى احنا جايين من قدام راجعين لورا لقينا اللاترال انتركوندايلر ريدج اهو,
inferiorly لقينا مين النورمال اتاتشمنت اوف ذا اي سي ال فايبرز، يبقى هي كلها بوستيريور او انفيريور يعني لان الركبه متنيه للريدج. ولما ارفع الدايركت فايبرز لقيت وراها ايه يا جماعه؟ فان لايك اكستنشنز زي ما احنا شايفين واصله لغايه الارتيكولار سيرفيس بوستيريور. يبقى دي الدايركت والاندايركت فايبرز اوف ذا فيمورال اتاتشمنت. طب التيبيال اتاتشمنت، التيبيال اتاتشمنت سي شيبد، يعني ما هوش اوفال ولا حاجه، هو سي شيبد معناه ان اللي في النص هنا فاضي. السي زي ما احنا شايفين بادئه من الانتيريور بارت اوف ذا انتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس ومنتهيه عند بوستيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس، يعني ما فيش اي سي ال فايبرز هتبقى ماسكه ورا البوستيريور هورن لاترال منيسكس. ومعظم الاي سي ال فايبرز ماسكه مور ميديالي في التيبيال ايمينس، يعني اقرب للميديال تيبيال سباين عن اللاترال تيبيال سباين. اكشوالي احنا بنقيس اللاترال بوردر اوف ميديال تيبيال سباين وده اللي بنعمل عنده النقطه اللي عاوزين نطلع فيها في التيبيال تانل. عشان نبقى في نص دي زي ما اتفقنا هنحس فين البوستيريور ايش اوف ذا انتيريور هورن وامشي معاه لغايه اللاترال بوردر اوف ذا ميديال تيبيال سباين ودي النقطه اللي هطلع فيها. ادي الانتيريور هورن اوف ذا لاترال منيسكس ده البوستيريور اتش بتاعه هاي معايا لغايه ما يقابل التيبيال فوت برنت، يبقى دي النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها كتيبيال اتش، يبقى ده الاناتومي اللي انا عاوز اعرفه اللي يهمني في الريكونستراكشن. في شويه فاريشنز مش هتفرق معايا كتير، هل هي على شكل سي الاتاتشمنت في التيبيال ايمينس ولا على شكل جي ولا على شكل سي جواها سي صغيره، لكن في الاخر انا ما بعملش الشكل ده، اي كانوت ريكونستراكت الشيب ده وانا بعمل ريكونستراكشن، اي كان اونلي ريكونستراكت ذا سنتر اوف ذا تيبيال فوت برنت. كمان التيبيال فوت برنت اكبر من اللي انا متوقعه، يعني هنا الانتيريور هورن لاترال منيسكس ده البوستيريور هورن وده الانتيريور كورتكس. بعد ما بتخلص الدايركت فايبرز بيحصل منها فان لايك اكستنشنز طالعه قدام لغايه الانتيريور كورتكس تقريبا، زي ما كان بيحصل بوستيريورلي في الفيمر بيحصل انتيريورلي في التيبي عندي برضو اندايركت فايبرز، يبقى دي الدايركت وفي فان لايك اكستنشنز بنسميها اندايركت فايبرز. تعالوا نشوف هنا كده، ادي اللاترال منيسكس ده البوستيريور اتش بتاعه، ادي كل دي التيبيال فوت برنت وادي الانتيرور هورن، بص كل دي اكستنشنز بقى طالعه لغايه قدام خالص لغايه الانتيريور بارت اوف ذا انتيرور هورن اوف ذا لاترال منيسكس. الميد سبستنس عامل ازاي؟ اتفقنا انه ريبون لايك عرضه حوالي 12 مللي لكن مبطط، سمكه حوالي 3.5 مللي. برضو بالراوندد جرابس ما اقدرش سيميوليت الميد سبستنس، الاقرب ليه هو الباتيلا عن السترينج كميد سبستنس. البلاد سبلاي بيجي منين؟ بيجي من الميدل جينيكوليت ارتري واللاترال والميديال انفيريور جينيكوليت ارتريس النيرف سبلاي. الاي سي ال ما فيهوش بين ريسبتورز، يعني انا لو حصل لي اي سي ال تير البين اللي موجود مش بسبب البين ريسبتورز ال في الاي سي ال، البين النيرف سبلاي اللي موجود في الاي سي ال ده مسؤول عن بازو موتور فانكشن. الاهم منه ان في بروبريوسبتورز، يعني ايه بروبريوسبتورز؟ الحاجات اللي بتدي السنس اوف بوزيشن، الرافيني ريسبتورز الباسيني ريسبتورز والجولجي لايك ريسبتورز موجودين فين؟ موجودين اساسا عند الفيمورال والتيبيال اتاتشمنت، ودول اللي بيدوا السنس اوف بوزيشن، يعني الركبه وهي بتغير اتجاهها من غير ما افكر بيبقى في سنس اوف بوزيشن على طول بيوصل للمخ انا وضعي ايه، بحيث ان لو حركه مش مظبوطه هتحصل بيحصل ريفلكس ارك والعضلات تنقبض وتصلح الوضع ده، ودي حاجه بتحصل لنا مع ايفري موفمنت الطبيعي بتاعنا. عشان كده انا حابب ان انا احافظ على الريسبتورز دي لان انا لو شلتها مش هترجع تاني وهيبقى دايما مشكله في السنس اوف بوزيشن، فعشان كده انا مش عاوز اشيل البروبريسبتورز اللي في التيبيا والفيمورال اتاتشمنت غير لو انا مضطر. يبقى البروبريوسبتورز دي هي اللي مسؤوله عن حاجه بنسميها الاي سي ال ريفلكس، ودي حاجه شغاله طول الوقت، عشان كده اللي عنده اي سي ال ومش موجودين بيبقى عنده الفيدباك ده مش موجود،
عشان كده بلاقي عنده كوادريسبس ويكنس، لان نورمالي الكوادريسبس عماله تشتغل مع الاي سي ال ريفلكس وكونتراكت. نرجع للنقطه المهمه، ايه اللي انا اقدر اعمله في الاي سي ال كونستراكشن؟ هل اقدر ارجع السايز والدايمنشن بتاعه التيبيال والفيمورال اتاتشمنتس بشكلهم الريكتانجلر او سي شيبد كبير؟ مش هقدر. هل هقدر ارجع ان هو بادئ كبير وبعدين هيبقى ريكتانجلر وبعدين يبقى ريبل لايك في النص وبعدين يبقى سي شيبد في التيبيال اتاتشمنت؟ برضو مش هقدر. يبقى اللي هقدر اعمله هو تو ريستور ذا سنتر اوف ذا اناتوميك اتاتشمنت سايد، دي الحاجه اللي في ايدي والمفروض يعني ما غلطش فيها. هل هقدر ريستور البروبيوسبتورز؟ مش هرجعهم مع الجرافت اللي بحطها، يبقى احاول احافظ على اللي موجود. وفي الاخر هقدر ريستور البلاد سبلاي؟ يبقى احاول احافظ على اللي موجود. الاي سي ال الفانكشن بتاعه ايه؟ It is the primary restraint against anterior translation of the tibia relation. كلنا عارفين المعلومة دي. وهو secondary role بيرزيست الانترنال تيبيا روتيشن وweak secondary restraint للني فارس وبالجس موفمنت. عشان كده كلنا عارفين لما بنيجي نبحث الكولاترالز بنفحصهم in full extension وبعدين بنفحصهم في 30 درجة flexion عشان to abolish الرول بتاع الـ ACL ويبقى ideated testing للكولاترالز. المنجري الاساسي هو دايناميك فالجاس لود اللي هي الرجل الثابته. انا برفع الكوره بالرجل دي، يعني وينج مثلا برفع الكوره، الرجل الثابته دي وهي فليكس بتخش في فالجاس، ومع الفالجاس هتخش في اكسترنال روتيشن في التيبيا وميديال روتيشن في البيما، ويحصل الاي سي ال تير. ممكن يحصل في كونتاكت وكونتاكت انجريز، ممكن يحصل حاجات تانية، سادن لاندنج لعيب باسكت بينط ونازل بيفوتنج تغيير اتجاهات سريع، او واحد خد دايركت بلو ذا تيبيا. عشان كده مثلا في الكوره بيخش في لعيب من ورا ويقوم رازعه جامد، ده كارت احمر. الكلينيكال بيكتشر، العيان هيبرزنت ايه؟ بين. البين جاي من ايه؟ احنا اتفقنا الاي سي ال ما فيهوش نيرف سبلاي بيدي بين، احساس البين. امال جاي منين البين؟ جاي من الهيمو ارثروزس والاسترتش اوف ذا كبسول، جاي من الاسوسييتد كابسولار انجريز، كوندرال انجريز، منيسكال انجريز لو بريف. طب في بيقولوا ان بيحسوا بوبينج سنسيشن، حيت ركبه هتورم، وبعد كده ما هيتحرك ممكن يبدا يشتكي من جيفينج واي، ان ركبته بتخونه. عاوزين بس نتفق ان مش كل عيان ركبته بتخونه يبقى اي سي ال. الجيفينج واي ده اي ليجامنت تير في ني هيعمل جيفينج واي. الريكارنت باتيلر ديسلوكيشن، وممكن العيان ما ياخدش باله بتخلع وترد، هو بس في حركه معينه رجله بتخلع، دي جيفينج واي. الكوادريسبس ويكنس هيدي جيفينج واي. واي اكيوت شارب بين حصل في لحظه في الركبه بيحصل معاه اسمها ريفلكس كوادريسبس انهبيشن، ترخي العضله مره واحده وهيحصل جيفينج واي. فما نقولش ان اي جيفينج واي يساوي اي سي ال. بنفحصه ازاي؟ احنا طبعا عارفين الاكمان تيست، ميزته ان تقدر تعمله في الاكيوت كيس وفي شويه بين وسويلنج عكس الانتيريور دور. انفيرتي ديجريز اوف فليكشن، بنشوف الانتيريور ترانسليشن قد ايه وبنقارن بالناحيه الثانيه. من الحاجات اللي نبقى عارفينها كلمه سوفت وهارد اند بوينت بتتقال على الاكمان، على الاكمان تيست. الانتيريور درور ما فيهوش حاجه اسمها سوفت وهارد اند بوينت، في بلس 1 بلس 2 بلس 3. اللاكمان اسف الانتيريور درور تيست، اهم حاجه الحركه دي. الثمب ده احس بيه فين؟ الميديال تيبيال بلاتو. لازم اتاكد سلايتلي مور بروميننت عن حوالي 5 مللي عن الميديال فيمورال كوندايل، يبقى انا اتاكدت ان انا في نيوترال بوزيشن، مش بادئ من بوستيريورلي ساك تيبيا وبشدها لقدام وفاكر ان ده بوزيتيف انتيريور درور في حين ان هي بي سي ال انجري. يبقى لازم اول اتاكد اللي هو الثامب ده، اتاكد ان التيبيال بلاتو المارجن بتاعه از مور انتيريور عن الميديال فيمورال كوند، وبعدين ابدا في 90 درجه اتاكد الهامسترينجز وانا حاسسهم بصباعي ان هم ريلاكس من هنا، احس الهامسترينجز العيان شادد، وابدا اعمل الانتيريور درور. طب في سويلنج جامد وفي لوك دني مش هيبقى بوزيتيف معايا. البيفوت شيفت احنا عارفينه، اللي احنا بنعمل انترنال روتيشن ولودنج وفالجاس، هو بيبقى سبلاكس انتيريورلي، وانا بتني بيحصل له بالاليوتيبيال باند ويبقى البيفوت
او فالكرام على الام سي ال عشان لو الام سي كومبليت تير مش هيدي بوزيتيف بيفوت شيفت. لازم افحص الكولاترال، افحص العيان وانا بشوفه وافحص العيان وقت العمليه اندر انستيسي قبل ما ابدا. ليه؟ لان انا لو عندي مس الانجري مع الاي سي ال وعملت الاي سي ال بس ات ويل اند فيلير بعد قليل من الوقت. المس ليجمنت انجري از وان اوف ذا موست كومن كوزز اوف فيل اي سي ال ريكونستراكشن. يبقى هفحص الكولاترالز الفارس والميجاس ستريس تيست وهفحص البوسترولاترال كورد. العيان ده كان جاي يعمل اي سي ال ريكونستراكت، اللاكمان تيست بتاعه از بوزيتيف، الانتيريور دروور تيست بتاعه از بوزيتيف، لكن ده لوحده مش كفايه. بصوا اللاترال كولاترال ليجمنت بتاعته طبعا ليه ان فول اكستنشن، لان الاي سي ال مقطوع، لو ما كانش مقطوع كانت هتحتاجها في 30 درجه عشان تبان. لو اف اي ميست اللاترال كولاترال ليجمنت انجري دي يبقى وعملت اي سي ال بس ات ويل فيل. نيجي للراديولوجي، ايه اللي بنشوفه في الاكس رايز؟ مش حاجات كتير طبعا، كلنا عارفين السيجوند فراكشر اللاترال ريم ابالجن وان ده اولويز اسوشيتد وذ كومبليت اي سي ال تير، او لو في تيبيال امينانس افالجن. نيجي للرنين بقى، الرنين في حاجه اسمها دايركت ساينس وحاجه اسمها اندايركت ساينس. الدايركت ساينس ان discontinuity of ACL fibers مش مكملين من التيبيا للفيمر، او فيهم signal irregularities. يعني ايه يا جماعه؟ في كلمه دايما بنشوفها في التقارير fuzzy ACL، ACL sprain. النورمال ACL is not fuzzy، وبالتالي signal irregularities اللون ال widened grayish ACL اللي بتشوفه ده this is an ACL injury. الempty noxious sign يعني هنقولها دلوقتي، الـ ACL بدل ما هو vertical طالع ماسك في الفيمر هلاقيه بقى الانجل بتاعته اتغيرت، والـ partial ACL tears هنتكلم عليه. وعندنا two indirect signs اللي هما الـ buckling of the PCL والـ bone bruises. ده normal ACL لونه ما هوش fuzzy، الـ direction بتاعه عدل طالع من التيبيا واصل للفيمر vertical، الـ PCL مشدود ما هوش باكل ما هوش كوما شيبت، والمفروض اشوفه اتليست ان تو كاتس وساعات ثلاثه ما اشوفوش ان وان كات. لو لقيته مش واصل للفيمر خالص واقع في الارض كده الاي سي ال يبقى ده ديفينيت ديسكونتينيوتي في الفايبرز. لو لقيته فازي والدايركشن بتاعه مميل ورايح ورا بدل ما يمسك هنا في الفيمر بقى ماسك على البوستيريور كبسول يبقى ذيس از اجين اي سي ال انجري. ساعات بس this is not common الاقي الانتيريور ترانسليشن اوف ذا تيبيا اون ذا فيمر، ده اللي بنسميها الامتي نوتش ساين. في الكورونال فيو في اللاترال المفروض هنا اشوف فايبرز بتاعت الاي سي ال ماسكه، لو لقيت الدنيا فاضيه وفيها فلويد مكانها يبقى ده معناه انه اتقطع من الفيمورال اتاتشمنت، ودي اللي بنسميها الامتي نوتش ساين. البون بروزس كلاسيكالي بتاعت الاي سي ال تبقى موجوده في اللاترال في الميد فيمورال كوندايل والبوستيريور تيبيال بلاتو ميد وبوستير. اجين لما تشوف المنظر الفازي حاجه بسيطه ماسكه والباقي كله رايح عند البوستيريور كبسول والدايركشن اتغير الانجل وقعت لتحت ذس از ان اس ال تير. حتى لو شفت فايبرز صغيره ستريتش يبقى الباقي كله استور. ده اللي بنسميه باكل بي سي ال تلاقيه بقى كوما شيب. ليه؟ لان الاي سي ال لما اتقطع راح لازق في البي سي ال فزق فخلاها باكلت او كوما شيب بي سي ال. الحته دي بس هي اللي ماسكه وكل الفازي اللي رايح ورا ده مقطوع. في حاجه بنسميها تريكي اي سي ال انج. العيان ده نفس العيان اللي هي الفيديوز بالاشعاعات كلها نفس العيان. في اس شكله كويس قوي اهو بس ان وان كات ان وان كات، الكات اللي قبليه واللي بعديه واضح ان الاي سي ال مقطوع، فهو مقطوع ولا مش مقطوع؟ الاي سي ال لازم اشوف مور ذان وان كات. لما بيبقى سيمبتوماتيك بيشنت اي نو ذيس از وات وي كول بارشال بيشنت. العيان ده سبيسيفيكالي يعني ده المنظار بتاعه. بصوا لما نيجي بقى نبص عليه هو رايح بوستيريور خالص لاكس ورايح ماسك فين؟ ماسك تقريبا في المكان اللي ماسكه فيه الاندايركت فايبرز، يعني فيري بوستيريور في الفيمر، مش ورا الريدج على طول، ده ورا خالص.
ممكن تبقى اوضح شويه في الـ في الـ في الفيديو هنا اهو مكان الريدج المفروض الاي سي ال يبقى هنا ده الريدج اسف المفروض بص هو رايح لازق فين لازق ورا خالص عن الاندايركت فايبرز يبقى it is going far posterior عن المكان الطبيعي بتاعه بقى هنا مطرح ده الـ ACL اللي أنا كنت شايفه هنا شكله كويس محتاجين نعمل ACL reconstruction للعيان الـ ACL بتاعه مقطوع ده هيعتمد على كذا حاجة هيعتمد هو symptomatic ولا مش symptomatic هيعتمد على الـ age يعني اللي عنده complete ACL tear وعنده 20 سنة ويقول لك ما تفلتش مني أصل أنا ما بلعبش رياضة بس هاي ريسك ان يحصل له بعد كده منيسكال تيرز وكوندرال انجز فهنصحه ان ده احسن لكن لو مش سيمتوماتيك ومش مضايقاه وزي حالاتي كده يا ليت 40 خلاص افهمه ان في انكريس ريسك اوف منيسكال تيرز لكن يعني ما دام مش سيمتوماتيك خلاص طبعا الاكتيفيتي ليفل يعني لو حد كبير خمسينات واثليت والني از نوت ارثريتك وبيشتكي من ستابيليتي طبعا هيعمل لو معاه associated ligament injuries أو meniscal tears in a non-arthritic knee it is indicated لأن الني دي هديتوريوريت بسرعة جدا لو لو هعمل له عملية أعملها إمتى لازم أتأكد إن مفيش effusion يعني ما جيش على سول الني وشغل لأن الريهابليتيشن دي العملية تبقى صعب وهنخش stiffness يبقى العيان محتاج إن مفيش effusion بيجيب good range of motion وأهم حاجة إنه بيكون بيجيب full extension مش لازم يكون بيجيب full flexion بيكون 90 طبعا غير لو كان لوكد نيد يو تو باكيت هاند الميتير هضطر اشتغل على طول لانه مش هيجيب فول اكستنشن ما اشتغلتش على ويستد كوادريسبس لازم يعمل لها يبقى جود كوادريسبس باور لو الشروط دي موجوده البيست ريزلتس عشان ما يحصلش كوندرال انجري تو جو اس ايرلي اس بوسيبل الناس بتقول ان 1 مانث الناس بتقول ماكسيمم وذين 3 مانثس عشان اعمل سكسسفول اي سي ال ريكونستراكشن محتاج شروط استخدم graft of sufficient strength احطها في anatomic attachment points اللي منعها اعمل لها proper fixation في التيبيا وفي الفيمر واعمل proper rehabilitation الgraft of choice دي لازم تبقى strong ready available easy to pass طولها ما فيهوش مشكلة انا محتاج طول قد ايه مش اقل من 8 سنتي لو وصلت ل 9 هبقى مستريح اكتر لكن من اقل من 8 مش هعرف اشتغل هبقى بيه جدا الدونر سايت موربيديتي تبقى مينيمال ودي يبقى سهل ان انا اعمل لها فيكسيشن ايه الجرافتس اللي عندنا طب قدامهم واشهرهم هي الباتيلر تندون اللي بنسميها بون تندون بون جرافت حته من الباتيلا باتيلر تندون وحته من التيبيا هي في النص ريبون لايك زي الميدسال بتاع الاي سي ال بزيتها انها حته ضخمه كبيره لما تخش في الفيمورال تانل وفي التيبيا تانل هيحصل بون بون هيلينج which is theoretically healing. مشكلتها ايه ان الدونر سايت موربيديتيز عاليه الانتيرو ني بين بالذات مع النيلينج اخلي بالي وانا باخد من الباتيلا خش بالمنشار 45 درجه سلانتنج لو دخلت عدل كده ممكن تكسر الباتيلا الهامسترينجز عشان الدونر سايت موربيديتي اسرع بكتير واسهل في التعديه لان هم سموث احنا بنفضل نستخدمه هناخد الجرافت والسيمي تندينوسس الاثنين وكل واحده تتعمل دبل يبقى عندنا كوادرو جرافت في بعض الاحيان ممكن اخد السيمي تندينوسس بس لو طولها طويل واعملها تريبل على نفسها فيري سمول سكار يعني قد يعني شايفين دي عقله صباع انا حاطط صباع هو هي عقله صباع واقدر اعمل بيها سنجل باندل دبل باندل اعمل اللي انا عايزه جرح صغير لو هتعمله صغير كده ممكن تعمله فيرتيكال لو هتكبر عن كده ما تعملوش فيرتيكال لان فرصه انك تعور الانفراباتيلر برانش سابينس نيرف عاليه بخليه بيك فهو جرح صغير اللي بفتحها دي سارتوريوس فاشيا لما بنقول اس جي اس مش معناها سارتوريوس تحتيها جراسيلس تحتيها سيمي تندروسس انا عندي جراسيلس بروكسيمالي وسيمي تندروسس ديستي والاثنين انفلوبد ان مور سوبرفيشال اسمها السارتوريوس لما بفتحها هقدر اطلع ادي الجراسيلس وادي سيمي تندروسس ودايما طلع التو تندونز قبل ما تبدا الهارفستنج عشان ما تقطعش واحد فيهم ولما تبدا هارفست ابدا سيمي تندروسس الاول انك لما بتبدا بالجراسيلس في بينهم كونكشنز هتلاقي سيمي تندروسس سقطت مور ديستالي وهتقعد تتعب عشان تطلعها تاني خلي بالك السيمي تندروسس في كونكشن دايما بيبقى واصلها بالميديال هيد اوف جاستروسنيميس ما طلعناهوش وقصيناه ودخلنا بالستريبر هيقطع بدري وبعدين نقوم داخلين بالستريبر واخدينها
بتعلق الجرافت على اصبعك كده وتقوم داخل بالستريبر شد وجذب، يعني تخش وتطلع كده ما فيهاش، لما تلاقي مقاومه يعني ارخي واطلع كده عشان تطلع معانا بالطول اللي احنا شايفينه ده. خدنا السيمي تندروسيس، هناخد الجراسيلس، وبعد ما خلصنا القصه دي هنفصلهم من عند التيبيا. خد از ماتش بريوستيوم از يو كان، هيديك طول، ولما بيتحط في التانل بيحسن الهيلينج. اخيرا الجرافت اللي احنا ما بنستخدمش كتير رغم انها فيري جود جرافت، هي كوادريسبس تندون. بناخد حته من الباتيلا مع الكوادريسبس تندون، الحقيقه بيديني طول وتخم احسن من الباتيلا تندون، و ب كوموربيديتيز كانتيريور ني بين اقل بكتير من التندون. وممكن لو سبته وقسمته اثنين اقدر اعمل بيه دبل باند ريكونستراكشن زي ما انا عايز. بره بيستخدموا الاليجرافتس اللي من الكاتيفرز، ممكن بون باتيلر تندون بون، ممكن تستخدم بون باتيلر تندون بون كوادريسبس، ممكن تاخد حتى من الكالكينيوس بالاكيلس تندون، حتى بالكالكينيوس والاكيلس تندون وتقسمه اثنين وتعمل بيه دبل باندل. طبعا ريدلي افيلبل وسريعه ومفيش موربيدي للجات سايت هارفست، لكن ما هياش موجوده عندنا. ميزتها ايه عندهم؟ الحقيقه كمان في المالتي ليجمنت، لو واحد عنده كل الليجمنتس مقطوعه ما بقالوش جرافتس تكفيه، فبحتاج الالو جرافتس كبيره ليه. They do not allow early return to sports، مش موصوفين لليانج اتليتس قوي الحقيقه، بالذات البون باتيلر تندون قالوا جرافس تاعكم مش حلوه، وفي ثيوريتيكال ريسك اوف ديزيز ترانسميشن. اخيرا الثينثيتكس بقى زي اللارس ليجمنتس، طبعا الفيرست والسكند كان سمعتهم سيئه جدا في الساينوفايتس، جينيريشن نتيجته احسن. عموما نتائجهم في الكولاترالز او الشغل الاكسترا ارتكولر احسن من نتائجهم في الانترا ارتكولر هو سي ال. ممكن استخدمهم، ممكن استخدمهم لو انا هعمل ريبير للاي سي ال اوجمنتال ريبير، او لو انا بعمل ريكونستراكشن وعاوز لفتره. ودلوقتي طبعا معروف احد الشركات في الماركت بتستخدم بقى مش تيب كبير كده زي اللارس، فايبر تيب رفيع خالص اللي بيسموه الانترنال بريس تو اوجمنت ريتورن اي سي ال او تو سبورت الريكونستراكشن لغايه ما لي هيلد اند باسكولارايز. لو جينا نقارن بين الجرافس دي الفروق بينهم مش كبيره عشان ما تشغلش نفسك قوي، المهم تاخد جود ان ترمز اوف ستابيليتي. لو قارنا الباتيلر تندون بالهامسترينجز تقريبا زي بعض. زمان في الاوردر ستاديز كانوا مطلعين الباتيلر تندون احسن، دلوقتي مطلعين الاثنين زي بعض بوست اوبراتيفلي. المسل سترينث مش فارق طبعا، الباتيلر تندون هيضعف الكوادريسبس في الاول شويه، الهامسترينجز هتضعف الهامسترينجز. وعشان كده بيقولوا ان السبرنترز الناس العدائين بيجروا بسرعه شورت ديستنس يفضل بلاش الهامسترينجز، هتاثر على سرعته لو هو سبرنتر، فدول يفضل لهم الباتيلا تندون. كفانكشن مفيش فروق، ولقوا ان الديليد اوسيو ارثرايتس اعلى شويه مع الباتيلا تندون. لو قارنت الكوادريسبس في الباتيلا تندون، الكوادريسبس الحقيقه وادخن والدونر سايت موربيديتي فيه اقل، لكن في الكوادريسبس وبيخلي الريهابليتيشن بتاعها اصعب اول ثلاث شهور. الاستابيليتي مفيش فروق بينهم. لو قارنت الاوتو اكس بالالجرافت برضه كاستابيليتي مفيش فرق، لكن الترم ان ترمز اوف انفكشن ريت اند رابشر ريت الالجرافتس اوحش من الاوتو جرافتس، يبقى احنا هنشتغل اوتو جرافتس واحنا كده كده ما عندناش الجرافتس. يبقى ان سمري اول جرافتس هاف ا بليس ان اي ال ريكونستراكشن، مفيش كلير بيست جرافت. الباتيلر تندون قد يدي ريتيرن تو سبورتس، عشان كده هو والكوادريسبس تندون دورهم الرئيسي في البروفيشنال اتليتس وفي حالات الريفيجن، لكن الهامسترينجز ار ايزي تو هارفست ايزي تو باس وبيدوا اكسلنت بيست. الالو جرافتس دورها الرئيسي بالنسبه لنا لو احنا نجيبها يبقى في المالتي ليجمنت انجريز، وكذلك سينثيتكس في المالتي ليجمنت في الاي سي ال ريبير. طيب عاوز نعمل، اخذنا الجرافت وعاوزين نعمل اناتوميك اي سي ال ريكونستراكشن. عشان نعمله اناتوميك نعمل حاجه اسمها اكسسوري انتروميديال بورتال، ولما نيجي نعمل فيمورال تانل مشش من التيبيا تانل اقوم عامل دريلنج للفيمورال تانل، لا انا هخش من الانتروميديال بورتال اللي انا عملته اعمل الفيمورال تانل، بنسميه ترانس بورتال فيمورال دريلنج.
عشان الكاست بتاعتي تبقى هوريزونتالي دايركتد مش فيرتيكالي دايركتد. والكلام ده هنوريه دلوقتي عشان يبقى مفهوم. يبقى انا عندي كلاسيك لاترال بورتر وميديال بورتر. جاست ميديال ميديال بورتر هعمل حاجه اسمها الاكسسوري ميديال بورتر، ده اللي هعمل منه دريلنج فيمورال تانل، ده اللي هبص فيه بصه على الفيمورال بوينت واتاكد ان انا اخترتها كويس. بس خلي بالي وانت داخل من الميديال الاكسسوري ميديال بورتر الدريل الكبير بقى مش بالجايد واير عشان تعمل الفيمورال تانل، خلي بالك ما تخشش تعور الكارتليج بتاع الميد فيمورال كوندايل. اول حاجه هعملها ان انا تو بريبير الفيمورال فوت برينت. الاي سي ال ده لما اتقطع راح لزق ورا خالص على الكبسول، مفيش اي جزء منه ماسك على الفيمر، خلاص اي لوست بروبكتورز، فمفيش سبب ان انا اسيب الفيمورال اتاتشمنت دي. لكن التيبيال اتاتشمنت هسيبها، انا محتاجها وهنقول محتاجينها دلوقتي. عاوزين نقلل استخدام الراديو فريكوانسي عشان بيعمل ثيرمال انجري للكارتج من الهيتنج افكت، فبناخد بالشيفر لغايه ما نيجي في الحته الموست بوستيريور بستخدم راديو فريكوانسي لسببين. اولا موست بوستيريور استخدمت شيفر هيحصل معاك بليدنج وهتلاقيه ضايقك حتى اندر تورنيكين. تاني حاجه لو فضلت مكمل بالشيفر هتشيل اللاترال انتر كوندايلر ريدج، فتبقى مش عارف تحدد اللاترال انتر كوندايلر ريدج بتاعك فين. طبعا انا عاوز اشوف، يبقى هنا بنضف عشان اشوف اخر فين بوستيريور خالص، واشوف الريدج اللاترال انتر كوندايلر ريدج فين عشان ابقى بوستيريور دي. يبقى ادي الريدج وادي الحته اللي انا هبقى انفيريور. انفيريور طبعا بقول انفيريور لان انا ثاني الركب. طيب هبدا ابين كويس قوي الحته بتاعتي. عاده لو انت في الاول ومش متعود على انا دي ركبه، عشان نبقى برضو متفقين مع بعض، دي ركبه يمين وانا ببص من الانترولاترال بورت. دخلت انا داخل دلوقتي بحس الورا خالص اللي بنسميها الاوفر ذا توب بوينت، وبعدين بحس اللاترال انتر كوندايلر ريدج وباجي ما بينهم. داخل منين؟ داخل من الاكسسوري ميديال بورت، وبعلم النقطه اللي انا متخيل ان هي الايديال اللي يتحط فيها الفيمورال تانل. كلاسيكالي يعني بعد فتره هتلاقي نفسك مش محتاج تعمل الخطوه دي، هتعكس بورتلز. ودلوقتي انت بتبص من الانترو ميديال بورتل ومدخل الاله دي الانترو عشان تتاكد ان النقطه بتاعتك از فاين بالنسبه للريدج وبالنسبه لورا خالص اللي هي الاوفر توب. بعد ما اتاكدت هبدا اخش تاني، انا ببص انترو لاترال وارجع اخش بالجايد واير، وبعدين اخش لو انا هعمل سبونسر فيكسيشن بخص بالمنطقه ال 4 مللي واعمل ليها كومبليت تانل واعرف له ايه، وبعد كده اخش بالبونتا الفاينل اللي هي حجم الدايمتر بتاع الجراف. دي البوستيريور وول بتاعي حجمها قد ايه يا جماعه؟ حجمها حوالي 2 مللي. يبقى انا هوريزونتالي دايركتد بوستيريور تو ذا لاترال انتر كوندايلر ريدج، وبيني وبين ورا حوالي 2 مللي، وده الدايركشن بتاعي. انا داخل من الاكسسوري بورتال وبحط ده البلانت اوبتيوريتور، عاوز اوريكم الدايركشن بتاعي انا هوريزونتالي دايركتد جرافت. اجي على التيبيا، احنا اتفقنا كل دي تيبيال فوت برينت، انا عاوز اطلع في السنتر بتاعها. احسبه ازاي؟ ما هي كبيره قوي، فين السنتر بتاعها؟ احنا اتفقنا هنبدا نشوف اللاترال منيسكس اهو، ده البوستيريور ايدج of the anterior horn of the lateral meniscus, posterior edge of the anterior horn of the lateral meniscus. اتابعه لغايه ما احس اللاترال بوردر of the medial tibial spine، يبقى هي دي النقطه اللي انا عاوز اطلع فيها. واستخدم التيبيال جايد. التيبيال جايد ده نوعين، نوع زي اللي انا حاطه ده، بصوا النوع ده بتلاقوا المصد ده معناه ايه؟ ان البونطه مش هتطلع عند التيب، هتطلع anterior to the tip اللي بيسموه elbow aim. يبقى انا لازم ارجع بيه سنه لورا لان انا عارف ان انا هطلع قبليه. لو كان tip aimer يعني البونطه بتطلع بالبوزو بالظبط، يبقى احط النقطه اللي انا عاوزها. elbow aimer هحط سنه posterior. عملته وبعدين عملت tibial tunnel بحجم الدايمتر اوف ذا جرافت. بصوا بقى لو انا حاطط كده two blunt obturators، واحد داخل من البورتال الميديال رايح للفيمورال تانل، واحد داخل من التيبيال تانل الجميل بتاعي رايح للفيمر.
بصوا واحد هوريزونتالي دايركتد والثاني فيرتيكالي دايركتد، يعني لو اعتبرنا دي الساعه 9 والساعه 10 11 يبقى ده بين 9 و10 وده تقريبا عند الساعه 11. يبقى الترانس تيبيال دريلنج هيعمل لي ايه؟ ده انا عامله فور ديمو بس، هيعمل لي فيرتيكالي اورينتد جراف، عشان كده بنخش ترانسبورت. بعد كده بعد ما سحبنا الخيوط من التيبيال تانل هنسحب الجرافت، اشد عليها من التيبيا واتاكد من التنشن، اتاكد علاقتها بالبي سي ال. بصوا ده البي سي ال وده الاي سي ال، والركبه متنيه 90 درجه، هم كروسنج فعلا، هم تقريبا 90 درجه. انا طبعا شايل شويه منضف على البي سي ال عشان يبان الفرق بينهم. يبقى دول فعلا كروسنج هوريزونتالي اورينتد ما بين الساعه 9 و10 تقريبا، وات از نوت امبينجنج. طبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا بنعمل دريلنج للفيمورال تانل لازم نتني الركبه حوالي 120 درجه. بصوا لما هاجي افرد 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 لغايه فول اكستنشن ما بيحصلش امبينجمنت ما بين الجرافت وما بين النوتش. طيب الفيمورال تانل بتاعي بحجم الجرافت، اللي ورايا دي اسمها البوستيريور وول. ورايا مين بعد كده؟ ورايا البوبيتيال فوس. يبقى ده الفيمورال تانل لما بعلق وراه على طول ورا الحته دي، دي بنسميها الاوفر ذا توب بوينت. انا محتاج دي ما تتكسرش، لو اتكسرت التانل هيفتح منه للبوبليتيال فوسه، وده بنسميه تانل بلو اوت. اوكي عشان نبقى فاهمين يعني بلو اوت. دي محتاج يبقى طول تخنها قد ايه؟ لو انا هستخدم سسبنسوري فيكسيشن ممكن لغايه 1 مللي ما بقاش قلقان. لو انت هتستخدم انترفيرنس سكرو خليها على الاقل 2 مللي، عشان وانت داخل بالمسمار وبتضغط ما تتكسرش منك البوستيريور وول، لان لو كسر منك بوستيريور وول وانت بتحط انترفيرنس سكرو وبقى في بلو اوت خلاص مفيش اي فيكسيشن حصل. يبقى لو في انترفيرنس سكرو تخنها سنه، provided ان لازم كل التانل بتاعك يبقى inferior to the lateral intercondylar ridge. طيب ثاني، عشان في ناس بتقعد تقول الساعه 9 والساعه 10 وايه المقصود بالكلام. انا لو داخل من البورتال وعامل ترانس بورتال دريلنج في 120 درجه فليكشن زي ما اتفقنا، ورجعت وخرجت لبره عشان نشوف الفيس اوف ذا كلوك كده بتاع النوتش، ادي الساعه 9، ادي الساعه 10، ادي 11، ادي 12 بالنسبه للركبه يمين يعني. يبقى انا عاوز ابقى ما بين 9 و10، دي اسمها هوريزونتال. لو انا عملت التانل هنا بقى اسمها فيرتيكال. اللي زمان كنا هنقول لو حطيناه فيرتيكال هنسميها انترو ميديال جرافت، وهنا هنسميها بوسترو لاترال جرافت. يبقى الجرافت اللي هتتحط فيرتيكال ازف ان انا بريكونستراكت فانكشنالي اللي زمان كنا بنقول عليها انترو ميديال جرافت. هتبقى الركبه ستيبل انترو بوستيريور، لكن في الروتيشن ما هياش ستيبل لان فحصه كويس بالذات في الانتيريور دروور، لكن بيشتكي انه مع تشينجينج اوف دايركشن بيحصل له سنس اوف انستابيليتي. يبقى ان سمري عشان نسهل الموضوع، ده اللاترال انتركوندايلر ريدج، انا باجي من قدام ارجع ورا ورا ورا، ده اللاترال انتركوندايلر ريدج. انا بحب احط الميتال كانيولا بتاعه التيبيال سي جايد اللي مسميها البوليت، اثبتها بوستيريور تو ذا لاترال او انفيريور، يعني لان الركبه متنيه تو ذا لاترال انتركوندايلر ريدج، وحد يخش من قلبها بالدريل جايد عشان مش هو داخل يقعد كل شويه يتزحلق عن النقطه اللي انا عاوزها. عملت الدريلنج في 20 درجه، دخلت بالجايد واير، بعدين الفاينل سايز او، وبعد كده عملت التيبيال بوينت، حسينا البوستيريور هور، ادي الانتيريور هور الانتيريور لاترال منيسكس، بوستيريور ايدج مشينا لللاترال اسبيكت اوف ذا ميديال تيبيال سباين، وطلعنا في النقطه دي. نسحب الجرافت، طبعا هسحب الخيط من التيبيال تانل ونبدا نسحب الجرافت. لو تاخدوا بالكم انا ساحب الجرافت من قلب التيبيال ستامب ما شدتهاش. لو الفيمورال ستامب كومبليت تير بنضفها لانها مش ماسكه بحاجه، لكن التيبيال ستامب اي اولويز ليف ات، وهنقول ليه. لو سسبنسوري فيكسيشن اهو طالع البطن، طبعا بتقدر تشوف انهي ناحيه اللي هتسحب منها عشان يدخل معاك. الجرافت دي مش دبل باندل ولا حاجه زي ما هي باينه، هي مجرد ان الفايبرز تويستد بعضها. هفضل اشد لغايه ما يحصل فليبنج للبطن واحس ان انا لما بشدها ما بتنزلش، وهوريكم ازاي بتاكد ان البطن فليب. يبقى ان سمري، فولو ذا اناتوميك فيمورال انتيبيال اي سي ال اتاتشمنت بوينتس.
be in the center of the footprint. No part of the ACL should be anterior, اللي هي الركبة متنية هيبقى anterior to the lateral intercondylar ridge of the femur, and avoid vertically oriented grafts. في حاجة بنسميها كانوا بيسموها single bundle injury, دلوقتي احنا هنسميها partial ACL injury. جزء كبير اتقطع لكن جزء صغير ماسك بس very posterior عادة مكان الفايبرز fibers. بنعمل له ايه لو لقينا المنظر ده؟ بنعمل حاجه اسمها اي سي ال اوجمنتيشن. دي ركبه شمال انا انترو لاترال, ده الاي سي ال موجود لكن رايح ورا خالص, هاجي جاست انتيريورلي بس بوستيريور او انفيريور يعني لللاترال انتر كوندايلر ريدج. انا اسيب الاي سي ال زي ما هو تماما, مش هشوف فيه حاجه خالص لا فيمر ولا تيب, وابدا اعمل التانل, شوف التانل منتهي في انتيريورلي عند الاي سي ال القديم, واحس التيبيان footprint واعملها بنفس الطريقه. بس هنا بقى انا سايب اي سي ال كامل, فانا هعدي الجرافت بتاعتي من قلب الاي سي ال, انا سبته بالكامل ورحت معدي من قلبه الجرافت بتاعتي. طبعا العيان ده عنده partial injury وسيمتوماتيك, ورحت معدي الجرافت بتاعتي فبقيت معديها زي ما تكون جرافت ان اي سي ال, يعني original اي سي ال متساب زي ما هو اللي فيه partial injury ما عندش فيه حاجه خالص, ورحت معدي من قلبه الجرافت بتاعتي provided انها لازم تتحط anatomic و inferior to the lateral intercondylar ridge. دي بنسميها ACL augmentation. طب انا بسيب الستامبس ليه؟ التيبيال والفيمورال في الاوجمنتيشن او التيبيال بس في العادي؟ اول حاجه عشان حاجه اسمها كولاجين فيل, احنا اتفقنا ان النورمال اتاتشمنت بتاعت الاي سي ال في الفيمر وفي التيبيال مساحتها كبيره جدا, حوالي 2 سنتي في سنتي ايا كان شكلها بقى ريكتانجل سي شيب. انا عمري ما هقدر اعمل الكولاجين فيل ده بجرافت, فليه اسيب انه اشيل النورمال كولاجين اللي كان موجود؟ لما بسيب الاستامب ات ادز تو ذا فاسكولاريتي, بعض البروبريوسبتورز هتفضل سليمه على الفيمورال والتيبيال سايت, وفي حالات البارشال انجري سم اوف ذا فانكشن اوف ذا انجرد اي سي ال هيفضل موجود مع ان اديشن تو ذا ريستراكشن اللي انا عملته. هثبت ازاي؟ عندي طريقتين, احنا شفنا السسبنسوري فيكسيشن او احط بطن او احط سكروز. السكروز انواع كتير, عموما الفكره قبل ما تسحب الجرافت ونحط الالاستيك واير اللي بنسميه نيتنول واير, يعني ما تسحبش الجرافت وبعدين تحط الواير في التانل. ليه؟ لان انت لو سحبت الجرافت وبعدين حطيت الواير هيخش يتحشر جوه الفايبرز بتاعه الاي سي ال مش بينها وبين التانل, فالمسمار وهو داخل هيبقى عمال يقطع في الاي سي ال فايبرز. زي ما شفنا في الاول انا بحب اعلم الجرافت بعلامه عند ال 25 مللي عشان اعرف انا سحبت قد ايه وقد ايه دخل مني جوه التانل, ما بقاش دخلت حته صغيره خالص وانا متخيل ان دخل حته كبيره. انا بربط المسمار منين؟ طبعا المسمار داخل برضو من الاكسسوار ميديال بورت, ولازم يبقى في نفس زاويه الثانيه اللي اتعمل فيها التانل يا اما مش هيخش. وخلي بالك وانت داخل ما تخلوهوش يلف منك يجي تحت الجرافت لان انت مش هتشوفه, وهتبقى ضاغط جامد قوي على البوستيرور كورتكس وممكن تكسره. هنثبت بايه؟ هنبدا نتكلم على الفيمورال سايت عموما, يعني بما ان الفروق مش كبيره مش محتاجين نحير نفسنا, لكن عموما طرق التثبيت يعني ان في العموم كده بنسميهم ابيرشر فيكسيشن, يعني حاجه بتسد التانل الفتحه اللي هي الانترفيرنس سكروز يعني, وحاجه اسمها سسبنسوري فيكسيشن يعني حاجه بيتعلق عليها الجرافت, اللي اشهرهم دلوقتي هم الباتونز وذ لوبس. دي الانترفيرنس سكرو, دلوقتي بقينا بنستخدم دول اللي هم بنسميهم بيك, هتلاقي شكله زي الاوف وايت كده ومش شفاف. البيولوجيكال او اللي بيسموه ذاتي الذوبان او البايوديجريدابل اللي هو البولي لاكتيك اسيد, بقى ريرلي يوزد دلوقتي اللي بتلاقيهم شفافين سواء ابيض او اخضر او ازرق, لانهم بيعملوا الحقيقه رياكشن للتانل وايد فما هماش ميزه. البيك هم الستاندرد دلوقتي, والعين لازم يبقى فاهم ان هم ما بيدوبوش وان دي ده مش ريل. يا اما استخدم لوب معلق في ايه؟ في باطن, الباطن هيعلق على الكورتكس واللوب ده هو اللي هيعلق الجرافت. اللوب ده ليه اطوال لو كان فيكسد لوب, يعني ممكن يبقى 15 مللي 20 مللي 25 مللي, يا اما ده لو فيكسد لوب او ادجستبل, يعني هو بيبقى لوب طويل طوله حوالي 60 مللي وانا اقصره زي ما عاوز. يبقى في اللوب الباطن هيعلق على الكورتكس, عندي تانل مثلا سي طوله 45 هقيسه,
هدخل الجرافت 30 مللي، يبقى انا محتاج لوب طوله كام يا جماعه؟ 15. طبعا لو بستخدم فيكسد لوب بخليه اطول سنه عشان يدي مساحه ان البطن يعدي ويفليب. لو بستخدم ادجستبل لوب الدنيا اسهل بكتير، لان انا هفضل اثر لغايه ما الجرافت توصل للطول اللي انا عاوزه. انا عاده لما بعمل دريلنج بخش بالبونته ال 4 مللي للاخر، لكن البونته اللي بحجم التانل اللي سي مثلا 8 او 9 مللي بخش بالطول اللي انا عاوزه اللي هو عاده من 25 الى 30 حسب طول الجرافت بتاعتي، فبخش في اول ذا واي تو ذا اند. البول اوت سترينث يعني لو اتشعلقت في الجرافت وشددها تنزل ولا ما تنزلش. البول اوت سترينث بتاع السسبنسري فيكسيشن اقوى من الانترفيرنس سكروز، بس عيبهم ان الجرافت عشان مش محشوره في التانل ممكن تتمرجح سايد تو سايد، اللي هي بنسميها ويند شيلد وايبر افكت. ممكن يحصل تانل وايدنينج مع السسبنسري فيكسيشن عشان الويند شيلد وايبر افكت او مع الانترفيرنس وعشان السينوفيال فلويد برضه بيخش في التانل وبيعمله دايلاتيشن، او مع البوليلاكتيك اسيد اللي هم البايو ابزورب الانترفيرنس سكروز بيعملوا نفس الكلام. سربرايزنجلي رغم ان الكلام كله يقول ان السسبنسري احسن شويه، لكن لقوا ان الريفيجن ريتس على السسبنسري فيكسيشن اعلى من الانترفيرنس سكروز، وده قد يكون لتكنيكال ايرورز ان هي الناس ما بتاخدش بالها هي بروبرلي فليبد ولا لا، فبيحصل تكنيكال ايرورز. عشان اتاكد ان السسبنسري فيكسيشن بعد ما سحبته فليبت لازم الاقي الخيوط بتجري بالشكل ده. بعد كده بعمل سايكلينج واشد الجرافت، وعلى التيبيال سايد عاده الروتين ان انا في 0 الى 20 درجه فليكشن بشد جامد واثبت بانترفيرنس سكرو، ولو معايا طول زياده في الجرافت زي الحاله دي ممكن اعمل اديشنال فيكسيشن بستيبل او بسكرو ووشر او ما اعملش. الاول انسايد اي سي ال ريكونستراكشن يعني انا هعمل بسسبنسري فيكسيشن على الفيمر وعلى التيبيا، فيبقى عندي انكمبليت تانل في الفيمر وانكمبليت تانل في التيبيا. طبعا انا لو بعمل التيبيا انترفيرنس سكرو لازم يبقى كومبليت تانل بحجم الجرافت، فلو جرافت قصيره شويه هتبقى دي ميزه. بس هنا مش هستخدم فيكسد لينث لوب، لازم يبقى ادجست. كان في موضه طلعت من 10 سنين او اكتر ايام ما كنا بنتكلم على الدبل باندل، ان الاي سي ال دبل باندل قالوا لما اعمل له ريكونستراكشن اعمل له برضه دبل باندل، ما هو ده الاناتو. بس احنا فهمنا ان الكلام ده، فقالوا نعمل انتروميديال باندل which is more posterior and vertical في الفيمر، وبوسترو لاترال باندل which is more slightly more anterior and horizontal في الفيمر، ونخليهم واحده انتروميديال في التيبيا واحده بوسترو لاترال في التيبيا. يبقى اعمل تو تيبيال تانلز وممكن اعمل تو فيمورال تانلز. وكنا مثلا من 10 سنين اشتغلنا على الكلام ده، يعني انا عامل تو تيبيال تانلز هنا وان فيمورال تانل، الحقيقه الثانيه معديه من اوفر ذا توب بوزيشن، كان تكنيك ثاني برضو بيتعمل. نبدا نديهم كدو جرافتس، ادي جرافت عدت الاول، دي بادئه بوسترو لاترال يعني مور بوسترو ان لاترال في التيبيا، وانتهت مور انتيريور في الفيما، يبقى دي ازف ان دي البوسترو لاترال باندل بتاعه الاي سي ال. وبعدين اجي من مور انتيريور اند ميديال بوينت في التيبيا زي ما هنشوف دلوقتي، واقوم ساحب كمان جراف، شوفوا جايه من مور انتيريور بوينت في التيبيا، وهتروح فين في الفيمر؟ هتروح ورا خالص مور بوستيريور، يبقى ازيف ان دي الانتيريور باندل. الحقيقه لما كانوا بيقارنوا الاستابيليتي بالذات ان روتيشن بتاع الدبل باندل سنجل باندل كانوا بيلاقوا ان الدبل باندل احسن بكتير، بس ليه؟ لانه كانوا بيقارنوها بفيرتيكالي اورينتد سنجل باندل مولا ترانستيبيال دريلينج اوف ذا فيمورال تانل. لكن من ساعه ما لقينا بقى هوريزونتالي اورينتد ترانسبورتال دريلينج قصه الدبل باندل از فيل. طب ليه بيفيل الاي سي ال بتاعي؟ اكبر سبب ان انا احط التانلز ان رونج بوزيشن. يعني بصوا هنا يا جماعه ده معمول اهو في التيبيا، لا هو انتيريور ولا بوستيريور، هو في الميدل اوف ذا تيبيا، ورايح فين في الفيمر؟ رايح بوستيريور في الفيمر. ده عندما نتصور بعد مثلا 8 او 9 اشهر الدايركشن ممتاز، التنشن ممتاز، بدا يبقى فاسكولارايزد اند ليجامنتايزد. مهم جدا ان ما يبقاش فيه ميس ليجامنت انجن، افحص العيان كويس قوي، متاكدش اتاكد ما معهوش ام سي ال، ال سي ال، بوسترو لاترال كورنر، بي سي ال. وبالذات لو بعمل ريفيجن لازم اركز قوي ان ما يكونش مسد من الاول ليجمنت انجري هي ادت الى الفيلير.
من الاول لو خدت ويك جرافت يعني اتقطعت منك بدري وقررت لسبب او لاخر خدت هامسترينجز وقطعت بدري يبقى هي هاخد من الرجل الثانيه هاخد باتيلر تندو، لكن ما تحطش جرافت 6 مللي، اقل من 8 مللي في الادلتس يوجوالي ويل فيل. احنا محتاجين من 8 الى 10 مللي وطولها من 8 الى 10 سم. لو عملت لها بور فيكسيشن حصل بلو اوت والانترفيرنس سكرو ما مسكش، حطيت سمول انترفيرنس سكرو، احنا عاده بنحط الانترفيرنس سكرو في الفيمر نفس مقاس التانل يعني ان كان 9 يبقى 9، وفي التيبيا بنحطه 1 او 2 بلس لان الفيلير بيحصل اكتر تيبيال سايد. يعني لو 9 مللي التيبيال تانل تحط انترفيرنس 10 او 11. وطبعا الريهابيليتيشن الغلط. بصوا ده عيان عمل ام ار اي يعني لسبب بعد العمليه التيبيال تانل الفيمورال تانل اهو هوريزونتال، ما هوش هنا، ما هوش فيرتيكال عند الساعه 12، هو فين؟ يعني ما بين 2 و 3 لان دي طبعا ركبه شمال. رايح بوستيريور في الفيمر. لو قسمناها 3 في 3 يبقى في البوستيريور ثيرد ما الاقيش التانل محطوط هنا او محطوط هنا. في التيبي ما هواش تو انتيريور ولا تو بوستيريور، مور اور ليس في النص. ده مش عيان بتاعي، دي صوره انا جايبها من على النت. بصوا واحد حاطط له تيبيا تانل فيري انتيريور وفيمورال تانل برضه انتيريور. ده عيان بقى في كل الغلطات. اولا العيان ده لما شفت الاشعه الاولانيه بتاعته ده كان بي سي ال ان مش اي سي ال ان، دي اول غلطه. اللي فحصه جاب من بوستيريور ساكت بوزيشن عمل له انتيريور دروور شخصه انه اي سي ال ودخله يعمل له اي سي ال. لما عمل له اي سي ال بصوا التيبيا تانل فين؟ اتس فيري انتيريور. والفيمورال تانل اللي المفروض يبقى هنا اتس اجين فيري اند طبعا ات فيل. ده عيان بيعمل ريفيجن. طبعا حصناه كويس اتاكدنا، مش هنخش في تفاصيل الريفيجن، انا عاوز بس قيمه التانلز. بنشيل الجرافت القديمه اللي محطوطه، اتاكدت ان مفيش ليجمنت مسد ليجمنت انجري غير الاي سي ال، شلت الجرافت وعاوز ابين دلوقتي التانل كان محطوط فين؟ التانل والجرافت اللي كانوا محطوطين في المليه الاولى دي ركبه شمال، بنبص بقى الانترولاترال بول. ده التانل يا جماعه. انا بس يعني هوضحه شويه عشان يبقى باين التانل اللي كان محطوط. ده الكارتليج، ده التانل اللي كان محطوط فيه الجرافت. هو هوريزونت مش فيرتيكال بس it is very anterior. التانل بالكامل anterior to the lateral intercondylar ridge. التانل اللي معمول له ورا الارتيكولار كارتليج على طول horizontal بال PCL crossing بس it's very anterior. ده الريتش اللي انا عمال احسس عليه ده، ولما اروح ورا الحته الانتاتشد اللي ما حدش خالص دي هي دي الحته اللي كان المفروض يتعمل فيها البروبر femoral tunnel. العيان ده فيل ليه؟ عشان عمل هوريزونتال مش فيرتيكال جراف بس عملها فيري انتير. ده عيان عمل مرتين اي سي ال، جراح عمل جرافت وفيل، وعيان عمل وجراح عمل له جرافت تاني وفيل، دي تاني جرافت. راح بوستيريور بس ات از فيري فيرتيكال تقريبا عند الساعه 12. تقريبا عند الساعه 12 فيري فيرتيكال جرافت، طبعا مع اي حركه بيحس بالاستبيل. هنبدا ننظف، عاوزين نشوف المكان الصح سليم ولا مش سليم. ده المكان الصح اللي احنا كشفناه دلوقتي هنا اللي هو يبقى هوريزونتال وبوستير انتاتش، يعني في المرتين ما اتعملش فيه حاجه. مره الاولانيه الجرافت كانت محطوطه هنا يعني هوريزونتال بس فيري انتيريور، في حين انها كانت ده الانتيريور وادي البوستيريور، والمره الثانيه راح بوستيريور بس راح فيري فيرتيكال. يبقى دول الغلطتين الاشهر في الفيمر، يحطها فيرتيكال وده عاده بيعمله الناس اللي بتدريل ترانس تيبيان، يا اما اول ما يشوف الكارتج يجي وراها شويه ويفتكر ان اللاترال انتركوندايلر ريتش ده هو ورا خالص هو الاوفر ذا توب، فما يرجعش بالعدسه بتاعته ورا ويشوف اخرنا فين، في حين ان ده مكان الصح بتاع التانل. يبقى this is where his tunnel should have been. يبقى ادي التانل السليم horizontal posterior، ادي التانل الاولاني الغلط horizontal anterior، وادي التانل الثاني الغلط
vertical tunnel. اوكي. كلمه عن الانترولاترال ليجمنت. الانترولاترال ليجمنت دي ثيكنينج تلاقى في الكبسول بادئ من جاست posterior to the lateral epicondyle وهينتهي proximal and anterior to the girdle tubule. بدا يبقى في كلام ان احنا مع الاي سي ال ريكونستراكشن نريكونستراكت الانترولاترال ليجمنت، يعني نعمل انترولاترال ليجمنت بتندون جرافت. الكلام ده يعني بدا يبقى اوفر دوينج شويه، فقالوا طب خلاص نرجع للعمليه موديفيكيشن للعمليه القديمه دلوقتي اسمها لومير موديفيكيشن، ان انا اخد جزء من الاليوتيبيال باند اللي هو كده كده ماسك في الجيردس تيوبركل، اقطعه بروكسيمال اعديه من ورا الفيبولار كولاترال ليجمنت واعمل له تينوديسيس، يعني اثبته في اللاترال ايبيكوندايل او جاست بوستيريور ليها، يبقى اليوتيبيال باند تينوديسيس. الكلام دلوقتي امتى انديكيتد ان انا انت اعمل انترولاترال ليجمنت ريكونستراكشن؟ في حالات الريفيجن اي سي ال، في حالات الهاي جريد بيفوت شيفت، يعني بعمل له بيفوت شيفت الاقيه كلانكو وبيسقط جامد، ويعني ديبيتابل جدا في البروفيشنال اثليتس. هو الكلام ان الانترولاترال ليجمنت ريكونستراكشن مع الاي سي ال بيحسن الروتيشنال ستابيليتي، عشان كده بنستخدمه في الناس اللي عندها هاي جريد بيفوت شيفت وفي حالات الريفيجن. في محاضره هتبقى تتقال في وقت اخر من زميل اخر عن الاي سي ال ان سكيليتالي اماتور، بس انا هقول كلمه. لو عندك بارشال انجري اعمل اكتيفيتي موديفيكيشن، لو عندك كومبليت انجري هتضطر تعمل اي سي ال ريكونستراكشن، لانك لو سبت هيحصل له كوندرال انجريز ومينيسكال انجريز والركبه هتتبهدل، مش هينفع اسيب. وبقول اضطر ليه؟ لان عاده الاي سي ال ما بنحبش نعمله في الصغيرين، لان احنا بنعمل سب اوبتيمال اي سي ال ريكونستراكشن، وانه يكمل معاه لغايه ما يكبر خالص وما يحصلش ري انجري واحتاج جرافت في مرحله اخرى مش في نسبه كبيره قوي، لان الجرافت والطفل بيطول الجرافت بتطول لكن ما بتتخنش بنفس النسبه. يعني جرافت ال 6 مللي او ال 5 مللي اللي بتاخدها طفل صغير مش هلاقيها بعد 10 مللي لما كبر، هي هتطول لكن مش هتتخن قوي فبتبقى ويك. عموما في الطفل الصغير اللي اقل من 11 سنه او 12 في الميلز I am not allowed to cross the growth plate لا في التيبيا ولا في الفيمر، فده بنسميه all epiphyseal reconstruction. لو كان اكبر شويه يعني لغايه 15 في الميلز و14 في الفيميلز ممكن اعدي الجروث بليت في التيبيا بس لان انا ببقى سنترال، لكن في الفيمر عشان ببقى على جنب ما بعدهوش، فده بنسميه ترانس فايزيال ريكونستراكشن. اللي اكبر من 15 سنه بنعمل له كلاسيك ترانس فايزيال ريكونستراكشن. يعني ايه يبقى في الابيفيسيس بس؟ يعني التيبيا الفيمورال تانل يبقى هنا والتيبيا التانل يبقى شورت ومنتهي هنا، مش بادئ من هنا ومعدي. او اعمل الطريقه دي، اسيب الهامسترنجز ماسكه، ما اعملش تيبيا التانل خالص، انا اسحبهم من على الانتيريور كورتكس اوف ذا تيبيا، اعديهم من تحت اللاترال من تحت الانتر منسكال ليجمنت، يخشوا جوه الركبه، يعدوا من ورا خالص اللاترال فيمورال كوندايل اللي هي الاوفر ذا توب بوينت، يلفوا يتعمل لهم تينوديسوس هنا ويرجعوا من بره يتثبتوا عند الجيرد ستيوبر كما لو كنت عملت اي سي ال بانترولاترال ليجمنت. هنا هضطر اعمل شورت تيبيال تانل وابقى باصص بالايمج واحط تيبيال جايد بتاعي عالي بحيث ان انا اتاكد ان شورت تيبيال تانل. طب والفيمر هطلع في النقطه دي ازاي اتاكد ان انا مش طالع فوق الابيفيسيس؟ يبقى انا هعمل بالعكس، يعني الجايد هيبقى من جوه والبولت هي اللي من بره، واصور بالايمج اتاكد ان انا تحت الجروث بليت واعمل دريلينج فروم اوت ان. لو اكبر شويه اتفقنا ان انا اقدر في التيبيا اعدي الجروث بليت عادي، لكن في الفيمر برضو هبقى تحت الجروث بليت اللي بيسموه بارشال ترانس فايزيال. اللي اكبر من 15 سنه هعدي الجروث بليت فيمر وتيبيا كومبليت ترانس فايزيال. اخر نقطه هنتكلم عليها قبل ما نتكلم على الريهابيليتيشن، لو انا عندي فيروس ني وتورن اي سي ال، عاوز اعمل هاي تيبيال اوستيوتومي وعاوز اعمل اي سي ال ريكونستراكشن. اولا انا ليه عاوز اعمل هاي تيبيال اوستيوتومي؟ لازم افكر فيها، هل انا عندي ثراست ولا ما عنديش؟ هل انا بدا يحصل عندي دي جينيريشن في الميديال كومبارتمنت ولا ما بيحصلش؟ لان النقطتين دول مهمين، مش كل مايل فيروس العين عايش بيه طول عمره لازم اصلحه مع الاي سي ال. تاني حاجه لازم اشوف التيبيال سلوب. كل ما التيبيال سلوب البوستيريور تيبيال سلوب يبقى اعلى كل ما فرص الفيلير اعلى في الاي سي ال، فيبقى عاوز استفاد في الاي سي ال ريكونستراكشن، فيبقى عاوز استفاد من الهاي تيبيال اوستيوتومي انها تقلل لي التيبيال سلوب. وفي هذه الحاله اللاترال كلوزنج ويتش هيبقى انساب لي عن الميديال اوبننج ويتش، لان اللاترال كلوزنج ويتش باي ديفولت بيقلل
السلوب، في حين ان الميديال اوبننج ويدج باي ديفولت بيزود السلوب، غير لو انا عملت يعني بريكوشنز معينه وفتحت بوستيريور اكتر بكتير من انتير. يبقى احنا اتفقنا ان التيبيال سلوب كل ما قلله كل ما نتائج الاي سي ال ريكونستراكشن تبقى احسن. ده التيبيال سلوب الزاويه دي، دي مع دي. فلو لو التيبيا فيها سلوب عالي ماشيه كده يبقى فرص الفيلير هتبقى اعلى، بالذات لو بعمل ريفيجن كمان اي شود كونسيدر ان انا اغير التيبيال سلوب. واتفقنا اللي بيغير التيبيال سلوب ويقلله اكتر هو اللاترال كلوز. طبعا لو العكس عندي بي سي ال انجري يبقى الادفانتجس ليا ان انا ازود السلوب، وفي هذه الحاله ابقى عارف النقطتين دول. لو التيبيال سلوب از نوت ان ايشو، هو الفيروس وبدا يبقى عندي سواء انستابيليتي ثراست او بدا يبقى عندي ديجنريتد ميديال كومبارتمنت، انا عاوز انقذ الميديال كومبارتمنت واعمل الاي سي ال ريكونستراكشن، يبقى اتس ايزير تو جو فور ميديال اوبننج ويدج مع الاي سي ال ريكونستراكشن. نعملهم تو ستيجز ولا وان ستيج؟ الافضل انك تعملهم توجذر، لكن لو اخترت تعمل تو ستيجز تبدا بمين؟ ديفينتلي تبدا بالاوستيوب. ما ينفعش تبدا بالريكونستراكشن وبعدين تعمل الاوستيوب لعده اسباب. اولا يمكن لو عيان مش اتليتيك قوي لما تعمل اوستيوتومي وتغير الاسلوب تقلله تلاقي ان الاستابيليتي اتحسنت ومحتاجش الاي سي ال. لو انا عملت اي سي ال ريكونستراكشن وفتله المال الاينمنت هيحصل بروجريسيف جرافت لاكستي، لازم التايتننج اوف ذا جرافت لو انا هعملها ان تو ستيجز اخلص من وان ستيج اخلص مين الاول، يعني ما ينفعش اعمله من وان ستيج واقوم عامل الاي سي ال واعمله تايتننج وبعدين مغير الاكسس بتاع الركبه، يبقى التنشن هيتغير. وتو بريفنت البروجريشن اوف اوسيو ارثرايتس، يبقى السيمالتينيوس هيكيبل اوسيوتي مع الاي سي ال ار از ا جود سالفج بروسيدجر فور ذا فيزيكالي يونج اكتيف بيشنتس، بيحسن الاستابيليتي وبيالفييت الميديال كومبارتمنت سيمبتومز. هنقول تكنيكال تيبس سريعه، طبعا هي نفس الفتحه اللي هاخد منها الجرافت هي اللي هعمل منها الميديال اوبننج ويدج اوسيوتومي لو انا مش محتاج اغير الاسلوب جامد. استخدم هامسترنج جرافتس، اعمل كل الاي سي ال لغايه مرحله انك هتركب التيبيال انترفيرنس سكرو، وقف عندها. بس تعمل شورت تيبيال تان، يعني بدل ما تخلي التيبيال جايد عند 55 قصره شويه، خليه عند 50. خليه عالي شويه لان الاوستيوتومي بتاعتي انا عاوزها كلها تبقى ديستال للتيبيال تان، فما تنزلش قوي للديستال تان بتاعي. يبقى خلص كل الاي سي ال ما عدا الفاينل تايتننج اوف ذا تيبيال انترفيرنس سكرو. اعمل الاوستيوتومي بتاعتي ديستال للتيبيال تان. اخلص كل الاوستيوتومي واثبتها وخلصت كل الاوستيوتومي، اقوم شادد الجرافت ومركب التيبيال انترفيرنس سكرو. يبقى انا هارفست الجرافت، هعمل الفيمورال تانل بتاعي بالطريقه الاناتوميك اللي اتفقنا عليها، هعمل شورت تيبيال تانل يعني ما بقاش واطي قوي تحت التيبيال تيبروستي، ابقى اعلى سنه من التيبيال تيبروستي، اعدي الجرافت بتاعتي في الفيمورال تانل، اثبتها في الفيمورال تانل بالانترفيرنس سكروب بالسسبنسري فيكسيشن اللي تحبه، اسحبها من التيبيا بس ما اعملهاش فاينل تايتن. وبعدين التيبيا التانل بتاعي تقريبا هنا انا بعمل الاوستيوتومي ديستال فيو، طبعا احنا عارفين انها بتبقى متجهه لل اتش ذا فيبيولار هيد، وبعمل الاوستيوتومي حوالي سنتي قبل اللاترال كورتكس، افتح الاوستيوتومي بتاعتي اثبت بوات ايفر، طبعا اللوك بليتس احسن من البودو دول لكن دول بيبقوا اسرع شويه. بعد ما خلصت ثبت اشد الجرافت. تيب بحب اعملها قبل ما تحط البروكسيمال سكروز عشان ما تخش المسامير في التانل التيبيا وتبوظها، بحب احط اي حاجه ميتال جوه التيبيا التانل بس ان البنطه لو خبطت فيها احس على طول فغير اتجاه التانل، بس هو اتس فيري ايزي انك تبعد عن التيبيا التانل مسامير البروكسيمال. بعد ما خلصت كل الاوستيوتومي اشد الاي سي ال، اعمل سترينج واشد ان فول اكستنشن او 20 درجه فليكشن، واعمل التايتننج بالتيبيال انترفيرنس سكرو واحط البريس. اخر حاجه الدكتور اسامه طلبها مني قال لي كلمتين كده على الريهابيليتيشن. عاوزين تو ديكريز البين اند سويلنج، ادي جود رينج اوف موشن، ارجع البروبيوسبشن واعمل ماسل سترينج. ومش عاوز البرامج القديمه اللي كانت بترجع العيان للرياضه بعد قرب السنه، عاوز حاجه من 4 لـ 6 شهور. نبدا ايه؟ الرينج مهم جدا ان انا ابداه ايرلي. ولما ابداه ايرلي في حاجات اهم من حاجات. اول حاجه العيان لازم يوصل لفول اكستنشن. اسوأ حاجه في عيان الاي سي انه يخش فلكشن ديفول. فلازم اول حاجه اركز على زي ما احنا شايفين كده ان العيان يقدر يوصل لفول اكستنشن وان بطن الركبه ده ملامس المرتبه.
الفليكشن ما تقلقش منه قوي، ابداوا بالتدريج وباسيف، يعني هيشيل رجله بالرجل الثانيه، تفرد للاخر وتدي الاقل من 90 درجه في الاول. لو قادر يرفعها بنفسها ما يرفعهاش بنفسها، ذس ستريس جراف، يبقى الرينج اوف موشن بالشكل ده في الاول لازم يبقى باسيف. هدفي الرئيسي ان انا اوصل لفول اكستنشن وشورت اوف 90 ديجريز اوف فليكشن. العيان يتلبسه هنج بس، انا بلبسهم الحقيقه لونج موبيلايزر، لابسها طول الوقت وبيفكها وقت ثاني والفرد، وده اسهل الحقيقه واضمن. امتى يدوس؟ العيان مفيش مشكله انه يدوس على ريكونستراكتد اي سي ال بروفايدد هي هاز ا فولي اكستندد نيد، ما بتتنيش منه هو بيدوس عشان ما يحصلش ستريتش للجرافت في الاول. يبقى انا لازم اتاكد ان رجع جود كوادريسبس باور، قادر يشد ويرفع. علمه لو انت هتدوس هتشد العضله، الركبه تبقى مفروده للاخر ما تنيش منك وانت بتدوس، طبعا هيدوس وهو لابس الاموبلايزر الانفوستنشن. امتى يرجع للرياضه؟ طبعا حسب نوع الرياضه وحسب انت عامل دود ولا باد ريكونستراكشن، بس عاده نوت ليس ذان 4 مانث. الالارمنج ساينز، انا هقول حاجه عشان ما نخدعش سنان. لو عيان بعد العمليه كان كويس بيشد وبيرفع كويس، جايب فول اكستنشن بعدها يومين ثلاثه اربعه، وجالك بعد اسبوع مش قادر يفرد الركبه للاخر، تقول له شد ويرفع، مش قادر يشد ويرفع، وبدا يخش في كوادريسبس ويكنس، يو هاف تو سسبكت انفكشن. ما تقعدش تقول مش سخنه، هو كان الكوادريسبس كويسه بعد ثلاث ايام، جيب فول اكستنشن بيشد ويرفع. فوت 10 ايام وجالك كوادريسبس بدات تبقى ويك، بدا يخش في افيوجن، مش قادر يشد ويرفع، بدات تبتدي. يو هاف تو سسبكت انفكشن، يو هاف تو اسبيريت، تبعت بعد الاسبيريت فور سيتولوجي، تبدا انتي بايوتكس. اول ما يبان قبل الكالتشر، اول ما يقول لك ان في بكتيريا، يو هاف تو جو فور ارثروسكوبيك لافاش. اول اسبوعين نعمل باسيف ني اكستنشن، يحط على فوطه كده واتاكد انها بتفرد للاخر، ممكن سندها بالرجل الثانيه وعلى حيطه يتني ويفرد، والفليكشن ممكن يبقى اكتف بس بالرجل مش في الهواء، الكعب على حاجه ما تبقاش الرجل في الهواء. ممكن يبدا يعمل ستريت ليج ريزنج بس مش والرجل كده، وهو لابس الاموبيلايز هيدي، لانه انا عاوزه يرفع وهي مفروضه داخل، لو مش ملبسه ده تلقت منه الركبه، فلازم وهو لابس الاموبيلايزر لوك فول اكستنشن لو كان هينج ني بريس. لو مش قادر يشد ويرفع الاول يبقى هيحتاج الكتريك ستيميوليشن، قادر يشد ويرفع يبقى ملوش اي دور الكهرباء. بعد كده من اسبوعين لست اسابيع لو هو ستيف مش قادر يثني كويس، لازم تعمل باتيلر موبيلايزيشن عشان الباتيلا ما تلزقش في الفيمر، تمسكها بايدك وتحركها ميديال ولاترال. يبدا الماسل سترينثنينج الكلوز تشين اكسرسايزز، وهنقول يعني ايه كلوز تشين، وتبدا البالانسنج اكسرسايزز، ولو قادر يثني فوق ال 100 درجه يبدا يستخدم العجل. وممكن هيوصل 100 درجه ازاي؟ بعد ما تاه الرجل دي اللي عامله العمليه تبدا السليمه تيجي قدامها وتزق لورا، وبعد كده العجل لغايه 3 اشهر يبدا يمشي يعمل بالانسنج، وابتداء من 3 اشهر يبدا يعمل جوجنج، على جوجنج مش راننج، يعني جري بالهداوه على ايفن جراوند. 4 اشهر بقى يبدا يمشي على ان ايفن جراوند ويغير اتجاهات ويعمل بروسس وتير والسبيسيفيك سبورت اكتيفيتيز. تحريك، عشان لما العلاج الطبيعي يبعته لك او انت تبعت لهم، تحريك الجوينت عموما نوعين، حاجه اسمها كلوزد تشين وحاجه اسمها اوبن تشين. والماسل سترينثنينج ايزومتريك، يا ايزوتونيك يا ايزو كاينيتيك. طول ما انا الرجل ثابته في حاجه وعامله كومبريشن على الجوينت، فده بيدي مور ستابيليتي جوينت وبيدي ستيميوليشن للبروكريشن، ده اسمه كلوزد تشين، وده اللي تبدا بيه. طول ما الرجل مش ثابته على حاجه عامله شيرنج على الجوينت ونوت ستيميوليتنج البروبريوسبشن، ده اسمه اوبن تشين، يستحسن ناجله. تقويه العضلات، يا ايزوتونيك يا ايزومتريك يا ايزوكاينيتيك. تخيل انك ماسك دمبل في ايدك، بتتني ببطء وبتفرد ببطء، وانا بتني البايسبس كونتراكتنج وبتقصر، وانا بفرد ببطء البايسبس برضه كونتراكتنج بس بتطول. يبقى انا عندي تشينج لينث، لكن في الحالتين المسل از كونتراكتنج، ده بنسميه ايزوتونيك كونتراكشن. يعني تخيل البنت اللي شايله
البار ده على كتافها. لو هي من الوضع ده بتحاول يبقى الكوادريسبس is contracting and shortening. ده اسمه concentric isotonic. لو هي بعد ما قامت بتحاول تنزل ببطء يبقى سليبي الكوادريسبس contracting but lengthening. يبقى دي اسمها eccentric contract. طب اللي ماسك الدمبل وهو بيتني ده قلت له لا امسك الدمبل تاني كوعك 90 درجة وحافظ على نفسك في الوضع ده. يبقى فيه اللينس كونستنت وايتس كونتراكتنج. اللينس لا بيطول ولا بيقصر. ده بنسميه ايزومتريك كونتراكشن. زي انه يحافظ على نفسه في الثبات في الوضع ده. لا بيطلع ولا بينزل. هي كونتراكتنج بس ايزومتريك. طب لو كونتراكتنج ات فيكست سبيد يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايزو كينيتيك. زي لو حاطط له عجله بسرعه ثابته. وفي طبعا ايزو كينيتيك ماشينز اشكال والوان يعني. اخر حاجه دي اخر سلايد قبل السمري. في حاجه بنسميها frequently asked questions. لو انا حصل لي بلو اوت اعمل ايه؟ لو انا حصل لي بلو اوت عندي مش هقدر احط انفيرنس سكور. انا رحت تو بوستيريور عمل ما كنتش شايف كويس او كنت سايب ملي ورحت داخل بانترفيرنس سكرو وضاغط راح مكسور البوستيريور كورتكس بتاعي. لو انا هعمل سسبنسوري فيكسيشن مفيش مشكله. انا هعلق على كورتكس مفيش مشكله. طب افرض انت مش جايز سسبنسوري فيكسيشن يبقى انا ممكن اعدي نان ازور سوتشرز في بوند او فايبر واير هتطلع من الفيمورال كورتكس من بره ومش هتعلق ببطن. انا ما عنديش بطن يبقى ممكن احطها على سكرو ووش. طب الاوبشن الثاني ان انا اعمل فيمورال تانل ثاني خالص بدل اللي حصل له بلو اوت. بس مش هقدر اعمل برضه هوريزونتال لانهم هيتلفوا على بعض. يا اما هضطر اطلع انتيريور قوي وفي هذه الحاله هبقى مش ايتريك. يبقى اعمله فيرتيكال يعني اخش من التيبيا تانل اعمل الفيمورال تانل بوستيريور. ان انا اعمله فيرتيكال بوستيريور كنتائج احسن بكتير من ان انا اعمله هوريزونتال انتيريور. لو عندي جرافت قصيره احنا قلنا ان الاول انسايت دي احد الطرق لان انا ما بحتاجش اعمل في تيبيا تانل. السسبنسوري فيكسيشن عموما بتوفر معايا طول لان انا ممكن اتحرك في التيبيا اونلي 1 سنتيمتر وابقى مطمن على الفيكسيشن بتاعي عكس الانترفيرنس هحتاج 2 سنتي. البريباريشن اوف ذا جرافت خلي بالكم انا الجرافت لو انا هختار ان حتت منها تبقى ادخل من الحته الثانيه انا ممكن اخلي السنتر ارفع من احنا اتفقنا ان الدايمنشنز نورمالي في الفيمر والتيبيا اكبر من السنتر. طيب لو انا والمنظر ده بنشوفه سبب الفيمر ولسه التيبيا وبطني وفرت المفروض ان انا الاقي الجرافت طولها ما بيتغيرش. في ساعات وانا بطني وفرت وافرت الاقي الجرافت طولت جدا اتني الاقي الجرافت اتشفت لجوه. ده معناها ايه؟ معناها ان ادتني البوينتس بتاعتي غلط. لما بتحط جرافت ان اناتوميك بوينت ات از ايزومتريك. يعني ايه ايزومتريك؟ يعني طولها ما بيتغيرش والتنشن بتاعها ما بيتغيرش ثرو اوت ا سيرتن رينج اوف موشن. لو عمال طول يتغير مع الثاني والفرد يبقى انا مكان التانلز بتاعي خط محتاج ارجع. لو طويله بعد ما خرجت اقدر اعمل فيكسيشن ممكن احط هنا ستيبلز. لو حضرتك في الفيمر الان ممكن تعمل دبل فيكسيشن يعني ممكن تعمل سسبنسوري فيكسيشن وترجع تزود انترفيرنس سكرو مش مشكله. ان سمري وانا بعمل اس ال ريكونستراكشن دونت مس اسوشيت انجريز مع الاي سي ال ليجمنت انجريز اي مين منسكال طبعا دو اناتوميك ريكونستراكشن اللي في ايدي ان انا احط السنتر اوف ذا تيبيال اند فيمورال فوتبرنتس نو هاو تو هاندل ذا كومبليكيشنز. ما ينفعش ابقى بعمل اي سي ال ستريت فورورد لكن لو حصل مني بلو اوت جرافت اتقطع مش عارف ايه ما بعرفش اتصرف. And have a proper supervised rehab. العيان هيروح لعلاج طبيعي انا بوديهم اسبوعين اول اسبوعين انا اللي بعلمهم التمارين لكن لازم ابقى متابع وعارف هو بيعمل ايه. ما يروحش ياخد ويرجع لك وهم هناك يعملوا له اللي هم عاوزينه. لازم يبقى انت كاتب لهم ومتابع معاهم ايه اللي بيحصل. انا خلصت كده يعني اعتذر عن الاطاله و عرفت ده بنفسك. الو دكتور اسامه. شكرا يا دكتور ماجد. كالعادة يعني انت يعني بتتألق مرة عن الثانية. ربنا يكرمك يا ينفع بيك وبعلمك يا رب. بس انا انوه لانك في وسط المحاضرة اتكلمت عن الـ ACL reconstruction clinically immature patients
بقول او ببشر كافه الساده الزملاء ان الاستاذ دكتور وائل نصار بيجهز لهم محاضره او هي جاهزه اوريدي عنده الحقيقه، وان شاء الله يعني هنعطيكم بالميعاد المحاضره بتاعته ان شاء الله. يوم الاثنين الجاي ميعادنا مع الاستاذ دكتور محمد عبد الرحمن، هيتكلم عن البيوبسي برنسبلز. الميعاد بتاعنا ثابت، انتوا عارفين الاثنين وجمعه، هو الدكتور محمد ماشي في السلسله بتاعته كل يوم اثنين ان شاء الله، لغايه بس مع الاستاذ الدكتور عاطف يجهز الاسئله، اسئله على الكيو اند اي. اسمح لي بس دكتور ماجد، في كام سؤال عندي كده اهو. اتفضل. اول سؤال، انا كان عندي حكم دولي معايا وعنده كلينيكالي وبالام ار اي كومبليت تير في الاي سي ال، وكان حكم دولي مساعد يعني الحقيقه، بس ما كانش عنده اي كومبلينت خالص، وكان بيتمرن عادي وبيجري في المطوشه بتاعته عادي خالص، وكان يعني ليت سيرتس. فالحقيقه انا نصحته انه بدل ما فيش مشكله ما فيش كومبلينت ما يعملش حاجه، ما يعملش عمليات. فهل انا اتخذت معاه القرار السليم ولا كان يعني حضرتك تختلف معايا في حاجه زي كده؟ هو قرار يعني ممكن نعتبره سليم، بس لازم عارفين ان الانجرد اي سي ال حتى لو مش سيمتوماتيك ات كاريز ان انكريز ريسك ان يجي له بعد كده منسكال تيرز، والمنسكال تيرز دي هي اللي هتؤدي الى ارثرايتس بعد كده. فيعني وانس ان انا حصل وكتير بيجي لنا عيان ما كانش بيشتكي من حاجه في الاي سي ال وبعدين يجي يشتكي مثلا من ميتال جوينت لاين بين، نكتشف انه قطع المنسكس. لو ده حصل يبقى حضرتك هتحتاج تعمل الاثنين. هو الحمد لله لغايه دلوقتي كان ربنا ساترها معايا. طيب تمام. البارشل تير اس ال حضرتك يعني بتدخل ولا لا؟ ولو عملت له اوجمنتيشن مثلا بتاخد يعني تو تندونز ولا ما بتدخلش؟ البارشل اس ال اه بعمله وانس ات از سمبتوماتيك، وانس ات از سمبتوماتيك، واحنا شفنا انه بيبقى تريكي الحقيقه، تريكي في المراه وتريكي في الاكزامينشن، يعني حتى وانت بتفحص العيان ما هياش الانستابيليتي اللي انت عاوز تلاقيها، بس العيان سيمتوماتيك وشكل الام ار اي فايت از انديكيتد. يا اما كوادروبل يا اما ممكن تاخد تي بس وتعمل تريبل، ودي عاده لما بناخدها تريبل الطول بيبقى يعني من 8 ل 9، فايت از انف. ناخد كوادروبل عاده بيبقى معانا طول اطول من اللي احنا محتاجينه بنشيل سياده، فالاثنين ينفعوا. هيبقى يعني اقل من 7 زي ما حضرتك قلت. لو تريبل سيمي تي لا، لان السيمي تي اتخن بكتير من الجلاسيس. اه ممكن تريبل سيمي تي تمام. كنت في المانيا وقالوا لي ما تستعجلش على العيد في اللي عمل ايه الريكونستراكشن، حتى لو انت لقيت شافوا ان هو كويس لا لازم انت يعدي 6 اشهر، يعني ساعات بيبقى لعيب 4 اشهر وبيقدر يجري بيعمل فينتات وبتاع 4 شهور 5 شهور. قالوا لي بارك لا استنى ميعاد 6 اشهر واصبروا عليه، مفيش داعي للاستعجال. فهل حضرتك بتتفق معاهم ولا ليك راي تاني؟ لا هو حسب كان بيعمل ايه في ال 6 اشهر دول يا دكتور. يعني هو لو انا وصل لمرحله انه بيعمل الكروسس بيعمل السنجل ليج هوب ما عندوش سنس اوف انستابيلتي، لا هيقدر يرجع بدري عن كده. يعني هي مش قصه وقت، قصه ريهابليتيشن بروجرام. وانس ان انا عملت جود ماسل سترينثنينج وجود ريستوريشن اوف ذا سنس اوف بوزيشن اوف ذا نين يقدر يرجع. حتى لو 4 شهور. حتى لو 4 شهور. طب ساعات بيقابلك وبيقابلنا بصراحه كلنا عيان وميبي ان هو بروفيشنال اثليت، بس صراحه مش الاغلبيه في النورمال بوبيليشن، يعني الكوادريسبس ماسل شغال في الجيم ويقعد بالسنه وبال10 شهور وبال8 شهور وهي برضك فيها ويستنج ومش لاقي لها حل خالص. فايه راي حضرتك يعني ايه السبب رغم ان مفيش كومبليت، لكن الماسل لما بتيجي تقيسها يعني بالكومبارابل للاذر سايد بتلاقي ان الماسل ويستد. ده عمل ولا ما عملش يا دكتور اسامه؟ شغال في الجيم. لا يعني عمل اي سي ال ريكونستراكشن ولا ما عملش؟ طبعا انا بتكلم على بوست اي سي ال ريكونستراكشن. بوست هو بشوفها الحقيقه، بس انا يعني اي ثينك لو بالذات لو واخد يعني مش واخد حتى الكوادريسبس تندون ما بتطولش قوي كده. احد الاسباب انه ممكن يكون حد عمل له الكتريك ستيميشن بزياده فادى الى ماسل فايبروس، لكن اذروايز عشان كده العيان اللي قادر يعمل اكتف اكسرسايز ما فيش اي سبب انه يعمل الكتريك ستيميشن. تمام. دكتور عاطف بيه حضرتك جاهز؟ يا حبيب قلبي طبعا.
طيب تفضل سعادتك المناقشة. بشكر طبعا الدكتور على المحاضرة الرائعة زي ما حد قال لنا outstanding presentation، وهي فعلا كده يا ماجد، مش محاضرة تقليدية خالص. سميح علاوة بيرسل لها حياته وبيشكر جدا في المحاضرة. فأنا شايف ان اللي جاي كمان هيبقى أمتع، ان انا شايف كم اسئلة فظيع ومعظمها أسئلة to the point يعني. فأنت هتبتدي تشوف الأسئلة عندك عند Q&A ماجد وتجاوب، واللي تم إجابة كده ما بنكرروش أو اللي أنت قلته في المحاضرة. أول سؤال: How many millimeters the ACL is from the PCL on its tibial insertion؟ لو هو هيقيس من PCL 4-5 millimeters. بس الحقيقة يعني الطريقة بتاعة زي ما أنا وريتها كده، إحنا هي دي الطريقة اللي دايماً بستخدمها بتاعة أثر المينيسكس. لكن لو هو هيقيس من الـ PCL، ده القياس من الـ PCL. What about the bifurcate ridge؟ هي bifurcate ridge ده ridge at an angle lateral intercondylar ridge، كنا بنستخدمه أيام ما كنا بنعمل الدبل بند عشان يفرق ما بين الانتروميديال والبوسترولاترال bundles. لكن احنا دلوقتي we go in the center of this area، ما عدناش بنعمل double bundle، فالbifurcate ملوش دور في الاناتوميك single bundle reconstruction. ده دوره في bundle reconstruction، احط فين الانتروميديال واحط فين البوسترولاترال على الفيمورال سايد. الميكانيزم اوف ايز internal or external rotation of the tibia؟ الانترنال rotation هتيجي في femur والاكسترنال في tibia. ماشي كده يا دكتور عاطف ولا الاجابات؟ عشان هو بس لا طبعا احنا عايزين اجابات زي ما انت بتقول كده بالظبط، مش هنقول تاني ديسكفرات يعني. المهم الاجابه بتكون شايفه ACL need reconstruction. It needs reconstruction طبعا، يعني ده اللي انا بقوله. مش كل ال ACL injuries بتبقى straight forward في MRI، لكن التريكي فرش ACL once symptomatic it needs طبعا surgery. You prefer to take MRI with a slight internal rotation of the lower limb to bring the ACL into sagittal projection؟ انا ما بعملش كده الحقيقه، ويعني I'm not aware بالمعلومه دي، يعني هي كويسه كفكره بس انا يعني ما بستخدمهاش خالص. في دكتور محمد جمعة. دكتور محمد جمعة باشا: Most companies have an offset device 7 mm from the posterior condyle. Any thoughts comparing this to your 2 mm freehand offset؟ هو في الحاجة بنسميها الاندوفيمورال جايد. الاندوفيمورال جايد ده بيبقى ليه شفة كده بتتعلق ورا الفيمر في الاوفر ذا توب بوينت، وفي مسافة بينها وما بين الهول اللي هيخش منه الجايد واير. في منها 6 7 8 بحيث ان انا ابقى عارف انا بين الاوفر ذا توب قد ايه بلو اوت. هو الحقيقه طالع اساسا استخدامه وقت الترانس تيبيال دريلنج اوف ذا فيمورال داكت. ممكن نستخدمه ترانسبورتر، ما استخدموش. انا بحب اشوف اللاترال انتر كوندايلر ريدج فين وابقى انفيري، لكن يو كان يوز ات يعني، ما فيش مشكله خالص. دكتور وائل سمير البحيري: In which position you do the femoral tunnel through accessory anteromedial؟ احنا اتفقنا ان احنا هنتني الركبة واحنا بنعمل الفيمورال تانل، هنتنيها 120 درجة، يعني لو مش توصل ل 120 لازم تبقى اكتر من 100. في طريقتين: يا اما انا عادة بشتغل واقف، ببقى معلي الترابيزة للاخر، وحد بيتني لي الركبة 120 درجة. تقدر تطلعها على الترابيزة وتتني الركبة وتشتغل في فيجر فور. انا بشغلها فليكشن والركبه دانجلينج، ان انا بشتغل لا بحط صداده ولا حاجه، مجرد بطلع بره الترابيز. لكن دي طريقه ودي طريقه والاثنين واقفين طبعا الدكتور واقف. المهم ان انا ابقى ثاني في 120 درجه. دكتور عمرو عبد الهادي: Do you use the same graft thickness as ACL augmentation؟ الحقيقه انا بستخدم كوادروبل جرافت كومبليت، ان في بندل ماسكه وانا بعتبر ان اللي ماسك ده انا سايبه مينلي في الكولاجين فيل اند بروبيوسبشن، والثانيه بعتبرها ان هي الاساس، ما بعملش جرافت اصلا. واحنا اتفقنا ان هي مش بندل وبندل، هي بارشال انجري، يعني عاده بتبقى راحه ورا، مش هنعتبر ان بندل ماسكه وانا بعمل بالثاني.
How do you avoid cyclops lesions when you keep the ACL stump? بعد ما بعدي ال ACL لو أنا شايف anteriorly يعني tissues prominent ب ب ب يعني أنا بلسحهم كده بالراديو فريكونسي عشان يهبطوا بس شوية. In revision, which site to insert your graft and how to fix in both. طبعا revision ده قصة طويلة لازم نشوف نعمل CT ونشوف الفيمورال والتيبيال tunnels اصلا هما فين؟ في تانل وايدنينج ولا لا؟ هل هما بعيد عن المكان اللي انا عاوزه ولا هما في مكان وايدند جدا؟ لدرجه ان انا ممكن احتاج اعمل بون جرافت. لكن دونت كومبرومايز انك تبقى اناتوميك، يعني لدرجه انك ممكن تعمل المون ستيج بون جرافت ريرلي يعني مش ده القاعده وترجع تشتغل تاني. لكن في الاخر هي نفس البوينت. بسهوله في التيبيا عشان نسهلها يعني انا هطلع في الاناتوميك بوينت اللي انا عاوزها حتى لو تو تانلز هيفتحوا على بعض. بس الانتري بوينت من الانتيريور تيبيال كورتكس اللي انا داخل منها باخدها بعيد عن الاصليه، يعني اروح عاده فار ميديال وهو كان رايح فار ميديال هاجي انا ناحيه التيبيال كريست، بحيث ان بدايه التانل من الانتيريور تيبيال كورتكس تبقى بعيده خالص عن اللي معمول، لما اسحب الجرافت يقدر الانترفيرنس سكرو بتاعي يمسك كويس. في الفيمر لو كانت في جرافت محطوطه انتيريور ومثبته بمسمار انا بسيب المسمار لو اقدر اجي وراه، لان لو شلته هيبقى البون بريدج بين التو تانلز هيضعف وممكن يفتحوا على بعض. السوليوشن بوستيريور وول بلو اوت اعتقد ان احنا قلناه. لو سمحت كان في طريقه لتصليح الغضروف الداخلي مع الرباط الصليبي بعد ما يخلص. يعني لو احنا يعني ده موضوع ثاني، لو احنا بنعمل منسكال ريبير مع اي سي ال عاده بعمل منسكال ريبير اوت ريبير، هنعدي الغرز كلها في المينيسكس دي اول حاجه، الغرز طالعه لبره وما بنعقدهاش، وبعدين نخلص كل الاي سي ال الفاينل تايتننج وبعدين نربط الغرز بتاعه المينيسكس من بره. يعني dont you do close the chain، ما احنا طبعا اتفقنا ان close the chain exercises بالنسبه لل في الريهابيليتيشن ات سيفر وبتعمل ستابيليتي اكتر وكمبريشن على الجوينت وسيميليت البروبيوسبت. ايه الريليشن بين هاي تيبيا اوستيوتومي واي سي ال انجري؟ الريليشن حاجتين، لو انا اوريدي هعمل هاي تيبيا اوستيوتومي عشان في فيروس وبدا يحصل تشينجز في الميديال كومبارتمنت مع الاي سي ال بعمل الاثنين، او لو انا عندي انكريست بوستيريور تيبيال سلوب هيؤدي الى فيريال في الاي سي ال استراكشن وعاوز اقلل التيبيال سلوب. سؤال ثاني على البلو اوت احنا قلناه، اسال على position of knee انا بعمل drilling of femoral tunnel من الانترميديال بورت احنا لغايه 120 درجه. will you do ACL reconstruction in a patient with PASHM؟ يعني ايه passive instability؟ يمكن قصده examination. no clinical instability MRI positive for هو العيان اكيد فيه شكوى عشان كده جاء وكشف وعمل الام ار اي. عيانين البارشال اي سي ال انجري عاده الام ار اي استريكي بس بيقول لي ان في انجري، الاكزامينشن مش اللي هترضيك قوي، اللكمه بيبقى في اند بوينت، الدرور هيديك بلس 2 بس العيان هيقول لك انه في اتجاهات معينه يجيب واي، اقول لك مش كتير بس بيحصل يعني ات از انديكيتد لو يحصل اوكيشنال جيفنج واي. في الاول انسايد تكنيك بتعمل الفيمورال تانل ازاي؟ بنعمله اوت ان زي ما وريته في الاول ابيفيزيال، يعني الجايد يبقى البوزه بتاعته التيب هي اللي من جوه والبوليت هي من بره والدريلنج فروم ان. وي نيد ا ليكتشر اوت مالتي ليجامنتس انجريز، ده موتر اسامه. decision making with overweight active patient، طبعا ده يعني قصه بتبقى بايخه وبتحاول تتهرب بس عيان يعني ساعات بيجي لك عيان 120 130 كيلو، في منهم بيبقوا العيال بتوع الجودو ومش عارف ايه، وفي منهم بيبقوا مش بس عيان صغير وعنده definite giving way لو سبته بيقع وهو ماشي. يعني if it is your bad luck you have to do it I will go for a patellar tendon graft not a hamstring.
معلش في سؤال انا فوتته، اعتقد بيتكلم على ال LCL مع ال ACL بتعمل مين الاول. اللي انا بعمله ان احنا هنعدي الجرافت في الفيبيولا، وبعدين هنعديها في الفيمورال تانل، ده اللاترال كولاترال يعني، هنعديها في الفيمورال تانل واسحب الخيط فروم لاترال تو ميديال وما اعملهاش الفاينل بالسكرو، وبعدين اكمل كل الاي سي ال وبعدين اعمل الفاينل تايتنج بتاع ال سي ال. طبعا وانت بتعمل ال سي ال الفيمورال تانل بتاعك خده دايركتد بروكسيمال عشان ما يفتحش على التانل بتاع الاي سي ال. الروتيشن اوف ذا كراكت يو سبليت ات اند روتيت ات، هم اصلا سبليت، انا بستخدم تو تندونز فببرهم على بعض. ACL tear in bicondylar tibial plateau fraction. ده سؤال صعب قوي. يعني في جميع الحالات لو احنا بنتكلم على ACL مش tibial eminence avulsion يعني، ولو ان عشان لو bicondylar هيبقى tibial eminence avulsion تعملها في نفس وقت الكسر، غير كده مفيش ligament reconstruction غير لما الكسر يهيل تماما. Length of the graft in tibia femur and inside the joint حسب طول الجوينت، بس هو في حدود 3 سم. الليست في الفيمر عاده السسبنسري فيكسيشن بيقولوا صن، في لو هتستخدم انترفيرنس سكرو السيفر تو جو فور 20 ملم. في تيبيا لو هتستخدم انترفيرنس لازم هيوصل لغايه التانل عشان تعرف تتاكد الانترفيرنس لغايه الانتيرو كورتكس، يعني عشان تتاكد الانترفيرنس سكرو مس، اذروايز في السسبنسري فيكسيشن هيبقى نفس القاعده زي الفيمر. ايج ليميت فور اي سي ال ريكونستراكشن، فيري جود كويستشن. واحنا النواب كانوا بيعلمونا ان فوق 40 سنه ما يعملش اي سي ال. طبعا القصه قصه سيمبتومز، قصه اكتيفيتي، وقصه هي ارتيتك جوينت ولا لا. انا عملت لواحد اباف 60 كومبايند اي سي ال ال سي ال ريكونستراكشن، هايلي انستابل اكسلنتلي، راجل بينزل يجري كل يوم. فيعني هي مش قصه سن، هي قصه ركبه واكتيفيتي. Is there هو بيسأل في دكتور بيسأل على suspense fixation، يعني crossing pins بتعدي جوه الفيمورال تانل من انتاج شركه معينه، يعني بيقول لي is there still a role؟ it is a form of suspensory fixation، مش لازم تبقى لوب وبطن على الكورتكس، ممكن تبقى البوليتس اللي بتعدي سواء ميتال او بايو او بيك دلوقتي اللي هي بتتعلق عليها الجرافت بس هي معديه جوه الفيمورال ليها دور. البريس فيت تكنيك، البريس تكنيك في عندنا رساله بيكون هو نتائجه اتس نايس، بيحتاج بس الالات اللي تاخد بيها الفيمورال بلاج نتائجه كويسه، بس يعني اي فيل مور سكيور مع الفيكسيشن ديفايس الحقيقه عن ان انا ازنقها بعظمه، لكن نتائجه كويسه بس اي دونت دو ات اني مور. يعني كنا عملنا شويه حالات PCL و ACL you both reconstruct in the same session definitely لو هما بس PCL و ACL، وطبعا هتبدأ بال PCL الأول لأن ACL هيسد عليك السكة. لو كل الليجامنتس مقطوعة أنا بعمل الكولاترالز وال PCL يعني أقفل الركبة داير ما يدور من برة وأمنع البوستيريور ساك. طبعا PCL لازم يتم، مفيش أي ليجامنت ريكونستراكشن هينجح والركبة فيها ساك، فهعمل PCL والكولاترالز مع بعض، وعادة بسيب ال ACL لليتر سيشن وكتير ما بنحتاجوش لما بيبقوا كلهم مقطوعين وعملنا كله الا الاي سي ال. How could you start open chain exercises؟ العيان لابس الجبيره وبيشد ويرفع، ما دي open chain exercise. حد بيسال عيان لو عنده اي سي ال ومنسكال تيرز نقدر نعمل كله مع بعض؟ ده انت هنعمل كله مع بعض. ما هو يعني احنا عشان نبقى متفقين ما ينفعش اعمل منسكال ريبير في انستابل نيت والديفينتلي فيل، ومش اكيد مش هعمل اي سي ال واسيب له المنسكال تير. افضل فرصه للمنسكال ريبير هي انه يتعمل ان ذا سيم سيشن مع اي سي ال ريكونستراكشن. فاف ات از ريبيرابل تير ما هوش يعني حته ريديال صغيره او فلاب او كده، ديفينتلي هنسوشيت مع الاي سي ال ريكونستراكشن في السيم سيشن، وهي دي افضل نتائج. Do you prefer adjustable or fixed loop suspension device؟ يعني هو ده سؤال الحقيقه يعني هيبقى راي شخصي ما مش بيزد على حاجه. I prefer fixed loop، بحب احسب الطول واستخدم الفيكس لوب لان دايما عندي هاجس ان الادجستبل لوب يريح سن. لو ريح سنه ايفن 1 او 2 مم ايكوالز،
رغم ان انا لما بستخدم الادجستبل لوب بعد ما يعني بشده وبعدين اعمل السايكلينج وبعدين اركب التيبيال انترفيرنس ثرو وبعدين ارجع اشده ثاني، بس برضو ببقى خايف انه واللوب طول ولو ملي اجابته هتبقى لاكس. التنشن الجاب احنا قلناها from 0 to 30 I do it in full extension، لكن كل ده accept. patient with arthritic knee and instability الحقيقة ده سؤال صعب، لكن if we are talking about a young patient with instability I do ACL I believe. طبعا زمان كانوا يقولون لنا لما تعمل ACL reconstruction هيخلي الركبة more tight ويزود الـ arthritis. هي مش تبقى more tight، هي تبقى more stable الحقيقة. فلو عيان صغير سن فار بعيد عن ان انا اعمل له ارثروبلاستي طبعا هعمل له سي ال لو انا ستيبل وده هيكسب لي. طبعا لو الانستابيليتي اون وان كومبارتمنت زي الميديال كومبارتمنت يبقى اعمل له اس ال مع هايتال اوستيول. انا كده خلصت اعتقد كل الاسئله غير لو حاجه وانا بجري في الدكتوراه. ربنا يخليك يا ماجد. لا احنا جاوبنا كده على كل الاسئله، وطبعا في انتظار ان شاء الله محاضرتك القادمة. احنا لسه ما حددناش، هنتفق انا وانت والدكتور اسامة هنشوف ممكن نتكلم مع ايه، لكن it is outstanding presentation. شكرا ليك. شكرا جزيلا. مرة تانية بشكر طبعا دكتور اسامة وقسم العظام بمستشفى النيل وشركة الاكزير، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم. تحياتي الى الجميع. سلام. شكرا دكتور عاطف، ربنا يخليك لنا يا رب. بصراحة بتدي طعم لأي محاضرة. بس معلش قبل ما ننهي يا دكتور ماجد، استفادة فيها أسئلة على الفيسبوك لأن في عدد مشاهدات عالي جدا. في سؤال بيقول حضرتك أنت بتعمل إيه سيل ريكونستراكشن للفيميلز ولا بتعتمد عن شارود غنيلو؟ يعني بعمل للفيميلز من عندنا حاجة من اتنين، يا إما رياضية يا إما تدريس. يجي لك ساعات هاوس وايف وتقول لك انا رجلي بتفلت وانا ماشي، بتعملها وانت مش مبسوط عاده هتطلع عين. لكن الرياضيين يعني عملت عدد من البحث الرياضيه بيبقوا ممتازين. عشان لكن لو هنتكلم علم انديكيتد انديكيتد وان سيمتوماتيك طبعا، حتى لو مش رياضيه، بس هي تتحمل انت الفولو اب بس شويه. شويه بتعبوا برضك الزملاء الاعزاء في العلاج الطبيعي. الطبيعي ربنا يعينهم عليهم بصراحه. عموما دكتور ماجد يعني انا مش لاقي كلام يوفي حقك صراحه، ما اقدرش اقول غير جزاك الله خير. ربنا يبارك بعلمك ويبارك في الكريمه، ويعني بتشوقنا ليك اكتر واكتر ان شاء الله. محاضرات ثانيه جاهز بس انت نفسك. مستشفى النيل فاتحه يعني دراعاتها وقلبها لحضرتك ولكل الساده الزملاء. بنكرر الشكر للفريق القائم على التجهيز في مستشفى النيل، دكتور احمد سليمان البنا، دكتور احمد شميس، دكتور سيف محمد، ربنا يجزيهم خير. وبنكرر شكر شركه الاكزير السبونسر الرسمي للكورس اللي تقوم به مستشفى النيل للتامين الصحي. شكرا دكتور ماجد بيه، نورتنا وشرفتنا. لو عايز توجه كلمه للساده الزملاء الموجودين حضرتك. يعني انا بقول كلهم يعني لو في اسئله اخرى يعني فيل فري انك تديهم الكونتاكت بتاعتي ويبعتوا لي على الواتس وارد، ما فيش مشكله خالص. تمام يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا لحضراتكم جميعا، ونراكم على خير يوم الاثنين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.